بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهارده عن Basics of Calculus. هنتكلم فيها عن ليسون اسمه Limits. قبل ما اتكلم شويه عن Limits، لازم اعمل ايه الحاجات اللي هي اساسيه عندنا قبل Limits، زي مين؟ زي الكالكوليتر. بتحل ازاي؟ وهل بتحل دايما صح؟ وهل ممكن تحل غلط؟ وهل ممكن ما تعرفش تحل؟ هنشوف ايه اكزامبل على الكلام ده. اول حاجه، المسائل الاله الحاسبه بتحلها، مفيش فيها اي مشكله، ممكن احلها بايدينا، مفيش اي مشكله زي كده. 2 over 7 1 over 3، اعمل حاجه اسمها كومون دينومينيتور، تايمز 3 تايمز 3 تايمز 7 تايمز 7، ويطلع فوق كام؟ 7 تايمز 3، وفوق عندي 2 تايمز 3 بلس 1 تايمز 7. مفيش فيها اي مشكله، وممكن حد يحلها بالكالكوليتر، مفيش اي مشكله برضو، اهو عادي. هتكتب المساله زي ما هي وتدوس ايكوال، هيطلع معاك الانسر، هتلاقيه في التشوز الانسر ده اللي هو 13 اوفر 21، مفيش اي مشكله. طيب امال ايه يا شباب اللي فيه مشكله شويه؟ المسائل بالمنظر ده على طول ايدينا على الكالكوليتر وهنكتبها اهو. لو جاي كاتبها 1 اوفر 8 تايمز 4 باور 40 بلس هاف تايمز 2000 minus 4 times 8 power 25 equal يطلع 0. تمام، حالتها هيتها بزيرو، فهتيجي هنا في التشوز وتختار الزيرو. ده يا شباب الحل الغلط، ده الحل الغلط. ازاي يا شباب غلط؟ تعالى نحلها بايدينا نشوف كده صح ولا غلط. 1 over 8 تايمز الفور دي عبارة عن 2 باور 2 وول باور 40 بلس هاف تايمز 1 تايمز 2000 ب 1000 ماينس 4. ال 8 دي يا شباب عبارة عن 2 باور 3 وول باور 25. لما نبسط يا شباب الكلام ده، 1 اوفر 8 اللي هي 2 باور 3 تايمز 2 باور 2 وول باور 40 يبقى 2 باور 80 بلس 1000 ماينس الفور دي عباره عن 2 باور 2، وعندي هنا 2 3 تايمز 25 يبقى 75. لو بسطت الكلام ده هيبقى عندي 2 باور 77 بلس 1000 ماينس 2 باور 77. هنكنسل الاثنين دول مع بعض يا شباب اهو، يبقى الانسر بتاعي بكام؟ 1000. الحل الصح اهو. دايما لما اعمل كوز للطلبه 90% بيحلوا السؤال ده غلط، فنخلي بالنا يا شباب. طب ده يا شباب جاي بسبب ايه؟ عندنا يا شباب الحاسبه اقصاها بتشوف 12 ديجيتس، اقصاها 12 خانه، تعد كده عدد الخانات ليها 12، اللي بعد كده هي ما بتشوفوش. فور اكزامبل، لو انا عملت مثلا 10 باور 20 بلس 1 ماينس 10 باور 20 ايكوال 0. ال 1 ده هي ما شفتوش، 10 باور 20 دي 20 خانه، يعني ال 1 ده موجود في الخانه رقم 20 مش هتشوفه، بتعمل ابروكسيميشن 12 خانه بس. تمام، لكن لو انا صغرت الباور شويه، عملت مثلا دي 12 اهو، وجيت هنا عملت دي 12 كده، هلاقي الحاسبه ايه؟ شايفاها كويس جدا وتحل معايا الانسرز مظبوطه. يبقى انا اقصى حاجه عندي في الكالكوليتر 12 ديجيتس، بعد كده بتعمل ابروكسيميشن. في مسائل الليمتس هيقابلنا كتير مسائل، لو انا حاولت اكبر رقم معين او اصغر رقم معين هيبقى الحاسبه هتطلع حل غلط، فنخلي بالنا يا شباب ايه من النقطه دي. في نقطتين من المسائل زي كده هنكتبها على طول بالكالكوليتر، مفيش عندنا اي مشكله اهو. 1 اوفر 8 تايمز 4 باور 401 بلس 1 اوفر 32
times 2 power 802 وندوس ايكوال. الحاسبه بتقول لي ماس ايرور، مش عارف احلها. مساله عاديه جدا ممكن نحلها بايدينا اهو، 1 اوفر 8 اللي هي عباره عن 1 اوفر 2 باور 3، ال 4 قلنا 2 باور 2 401 بلس 1 اوفر 32 اللي هي 2 باور 5 تايمز 2 باور 804. نبسط الكلام ده يبقى ايكوال 1 اوفر 2 باور 3، هنا عندي 2 باور 802 بلس 1 اوفر 2 باور 5 تايمز 2 باور 804. الكلام ده لو بسطناه هنلاقيه عباره عن 2 باور 799 بلس 2 باور 799. الكلام ده ايكوال كام؟ 2 منها 799 دي باور 1 يبقى يطلع كام؟ 2 باور 800. مسألة حلها سهل جدا، باجي احلها بالكالكوليتر ما بتحلهاش، يقول لي ايه؟ ماس ايرور. ماس ايرور دي انت بتطلع لك في حالتين، يا اما يكون الرقم ده undefined، يا اما يكون رقم الآلة الحاسبة مش قادرة تشوفه. الآلة الحاسبة هنا يا شباب عندنا أقصى حاجة ليها 10 باور 99، تشيل 99 خانة، ده أقصى حاجة ليها هو 10 باور 99، ده أكبر حاجة. لو أنا عملت دي 10 باور 100 يطلع لي إيه؟ يطلع لي ماس ايرور، ما بتشوفهاش. نفس الكلام في الماينس 10 باور نيجاتيف 99 دي شوفها، لو صغرت عن كده بيعتبرها بزيرو، بيعتبرها بزيرو خالص، ما بيشوفهاش برضو. بمعنى اصح ان 10 باور 100 دي الآلة الحاسبة بتعتبرها الانفينيتي بتاعتها، مش موجوده. اقصى حاجه فيها كام؟ 10 باور 99 بس. فنخلي بالنا يا شباب ايه بعض المسائل الآلة الحاسبة ما بتبقاش عارفة تحلها بسبب ان الرقم بيطلع رقم ضخم. في بعض المسائل كده في الفاكتوريال يقول لك ايه 100 فاكتوريال 100 divided by فاكتوريال 99، تيجي تعملها بالكالكوليتر يقول لك ماس ايرور. ليه؟ فاكتوريال 100 ده رقم كبير جدا، more than 10 power 99، فمش هتعرف تحله لك خالص. في حين لو انت عارف الرولز هتيجي تقول لي يا مستر احنا عارفين ان فاكتوريال 100 دي عباره عن 100 تايمز فاكتوريال 99 اللي قبلها على طول ديفايدد باي فاكتوريال 99، هتكنسل دول مع بعض يبقى الانسر يا مستر يطلع 100. فبعض الناس اللي بتحط اسئله بتركز في حاجه زي كده، بيحاول يجيب لك السؤال انت ما تحلوش بالكالكوليتر، تكون فاهم الرول نفسها. تمام يا شباب؟ فاحنا كده يا شباب عندنا ثلاث طرق من الاله الحاسبه، مسائل الاله الحاسبه بتحلها عادي، مسائل الحاسبه هتحلها معاك غلط وهتقابلنا كتير في مسائل الليمتس نخلي بالنا، مسائل الحاسبه مش هتعرف تحلها. تمام؟ برضه هتقابلنا بعض المسائل فين؟ في الليمتس. دي كده اساسيات بسيطه عن الكالكوليتر. ايه تاني عندنا يا شباب؟ مسائل زي كده f of x عباره عن x بلس sin x، طالب مني f of 2 بكام؟ المساله سهله جدا، على طول ايديك على الاله الحاسبه ما شاء الله عليكم اهو، هتقول اكس بكام؟ ب 2، هتكتبها كده 2 بلس ساين 2 وتقفلها ايكوال ويطلع عندك كام؟ 2.03. ممكن حد يكتبها بطريقه اخرى ودي طريقه انا بفضلها. ازاي؟ اكتبها زي ما هي اكس اهو، اكس بلس ساين اكس. في بعض المسائل بتبقى اسهل اهو. طب بعد كده هو عاوز اكس ايكوال 2، في عندي هنا زرار بيعمل سبستيتيوشن اللي هو مين؟ كالكوليت، ده من غير شيفت كالكوليت بس دوس عليه دوسه، بيقول لك اكس بكام؟ في الغالب بيجيب لك الانسر اللي موجود قبل كده، بعدلها حسب ما انا عاوز. انا عاوز اكس بكام؟ اكس حاطط العلامه ايه؟ استفهام اهي، بكام؟ ب 2، بدخل رقم 2 ايكوال بيحلها لي.
يبقى انا هدوس ايه على زرار كالكوليت وبدخل بس اكس بكام اهو اكس ايكوال 2 بيطلع الانسر 2.03. يبقى على طول ايه هنبص على التشوز هنلاقي عندنا ايه 2.03 ده الحل الغلط شباب. 90% من الطلبه بتختار الحل الغلط. ليه بقى يا شباب؟ هم اصلا مش فاهمين الفرق ما بين الميجرمنت بتاع الايه بتاع الانجل الديجري والريديان. بيحلها اي حاجه وخلاص حسب ما تيجي معاه. الحل ده يا شباب حل غلط. فعاوزين نتكلم يا شباب الفرق ما بين الديجري والريديان حاجه مهمه جدا عندنا في الليميتس وفي الديفرنشيشن وفي الكالكولاس بصفه عامه. تمام؟ تعال نشوف. احنا عندنا يا شباب حاجه اسمها ديجري وحاجه اسمها ريديان. عاوزين نتكلم الفرق ما بينهم. الفرق يا شباب عندنا الديجري لازم يحط فوق كده سيركل صغيره اللي هي السيمبل بتاع الديجري. مش هتلاقي كتاب في العالم كله ما بيحطش السيركل دي. احنا كمصريين او حد بيكتب بنكتب مثلا 180 وما نحطش اليونتس. متعودين بقى على كده. نقول مثلا انجل دي 30 وما نحطش فوق السيركل دي الصغيره دي ديجري. لكن مش هتلاقي كتاب من اول ابتدائي لحد النهارده ما بيحطش السيركل اللي فوق دي لو يونتس. طيب عندنا حاجه ثانيه اسمها يا شباب راديان. لا يا شباب الراديان مش شرط تلاقي اليونتس ما حدش بيكتبها. اكس اللي فوق دي بالراديان. ليه؟ لو هو عملها لي كده اكس بلس ساين اكس ديجري يبقى اكس هنا عندنا ديجري. لكن هو ده ما حطش فوق السيركل كده يبقى دي راديان. فور اكزامبل لو انا قلت لك هات لي ساين 2 وساين 2 ديجري مختلفين عن بعض. اللي فوق دي يا شباب راديان اللي تحت دي ديجري. فهو هنا في السؤال عامل لي اكس اهي. اكس دي مالها؟ راديان. خلاص يبقى المفروض نحل بالراديان. تمام؟ طيب نحلها ازاي بالراديان يا شباب؟ هكتب السؤال الثاني هو عندي اهو. لازم اخلي اللي فوق دي مش ديجري حرف الدي تكون راديان حرف الار. طب اجيبها ازاي يا شباب؟ هدوس شيفت شيفت الاول على المود واختار رقم كام؟ رقم 4 راديان اهو. وحل تاني السؤال اهو كالكوليت اكس بكام؟ اكس ب 2 يطلع كام عندي بالراديان 2.909. يبقى 2.91. هنبص كده في الشوز هنلاقي الحل الصح اهو. يبقى نخلي بالنا يا شباب الفرق ما بين راديان وديجري هتقابلها كتير في المسائل الليميتس فلازم نكون فاهمينها من الاول. وعشان كده انا هشرحها بشيء من التفصيل شويه. احنا يا شباب عندنا 3 ميجرمنت لمين؟ للانجلز. حاجه اسمها ديجري، حاجه اسمها جريديان، حاجه اسمها راديان. بالنسبه للديجري موضوعها سهل جدا. واحد زمان كده قال لك دي ستريت انجل هقسمها 180 جزء 180 حته قد بعض كل حته فيهم 1 ديجري يبقى هي كلها كام؟ 180. يبقى السيركل كلها كام يا شباب؟ 360 ديجري. يبقى الرايت انجل 90 ديجري. ميجرمنت ظريفه ولذيذه وارقامها حلوه. واحد تاني قال لك كده الراجل قسمها 180 جزء ليه؟ اشمعنى 180؟ الراجل ده مش فاهم حاجه. احنا هنقسمها 200. الستريت انجل هقسمها 200 جزء. اهي 200 جزء. ونقول عليها ايه؟ 200 جريديان. يبقى السيركل كلها كام؟ 400. يبقى الرايت انجل كام؟ 100 جريديان. سواء الاول او الثاني كده اي حد ممكن يقسم حسب ما هو عاوز. فواحد تاني قال لك لا الكلام ده كله ايه؟ عك. تعال نبص الكلام الصح ايه؟ قال لك انا بقى هجيبها لك ثيوريتيكال. ثيوريتيكال ازاي؟ يعني من غير بقى ما نقعد نقسم حسب ما احنا عاوزين. قال لك انا عندي سيركل اهي وده كده عندي ريجيس ودي الانجل. طيب الحته اللي فوق دي يا شباب بسميها الارك لينس. بعض الناس بتديها سيمبل اس وبعض الناس بتديها سيمبل ال. هي بنديها السيمبل ال وده الريديس ار. اللي جوه دي شباب دي السيتا هيعمل ميجرمنت راديان. يبقى انا عندي الانجل اللي جوه دي سيتا وعندي الارك لينس طول الحته دي قد ايه؟ ال. والراديوس عندي ار. لقى في عندي ريشيو بتوين
الارك لينث والراديوس، فسمى الريشيو دي مين؟ الانجل بالريديان. عباره عن مين؟ عباره عن ال اوفر ار. ال ال الارك لينث، وال ار الراديوس بتاع السيركل، وعمل ميجرمنت اسمها ايه؟ الراديان. طب كويس قوي، عاوزين نحسب الستريت انجل كام؟ مفيش اي مشكله، هتعمل الستريت انجل تعتبر ايه؟ سيمي سيركل، نص سيركل بالظبط. البريمتر ده اللي هو هاف سيركمفيرنس بكام؟ باي ار. السيركل كلها 2 باي ار، دي نصها. طيب والريديس عندي كام؟ الريديس عندي ار. طبق كده الرول، يبقى الانجل دي تطلع باي ار ديفايدد باي ار، تطلع باي. يبقى الانجل دي عندي يا شباب الستريت انجل بباي بالظبط، تبقى السيركل كلها كام؟ 2 باي. يبقى الرايت انجل بكام؟ باي اوفر 2. هنا الباي يا شباب 3.14 ابروكسيميتد، يعني باي هنا رقم 3.14 اللي هو رقم ابروكسيميتد للباي. تمام؟ كويس جدا. طيب السؤال بقى دلوقتي، هل هعمل يونت للريديان؟ بالنسبة للديجري ليها يونت، بالنسبة للجريديان لازم ليها يونت، ممكن نعملها كده جريديان كده. طب بالنسبة للريديان هل ليها يونت ولا لأ؟ لو أنا بصيت على الأرك لينس هلاقي مثلا سي مثلا بالسنتيمتر، طب والريديوس بالسنتيمتر، فمش هتلاقي يونت، هتتكنسل مع بعضها. فالريديان عندي محدش بيحط لها يونت. احنا عندنا كمصريين بعض الكتب عندنا في مصر يكتب كلمة ريديان، دي مش لازم تكتب. لو انا ما عملتش يونت للانجل يبقى معروف اللي هي ريديان خلاص. كويس جدا. طيب ازاي يا شباب احول ما بين الثلاثه؟ ازاي احول من ديجري لجريديان ومن جريديان لريديان وهكذا؟ ازاي؟ انا عندي هنا الستريت انجل كام؟ الستريت انجل هنا كام؟ 180 ديجري. عندي هنا الستريت انجل كام؟ الستريت انجل 200 جريديان. هنا عندي الستريت انجل كام؟ الستريت انجل باي. وشوف هنا الانجل عندي ثيتا بالديجري، هنا عندي ثيتا بالجريديان، هنا عندي ثيتا بالريديان. واعمل شباب ايه؟ كروس مالتيبليكيشن حسب اللي عندي. فور اكزامبل مثلا عندي مثلا انجل دي مثلا بكام؟ ب1 راديان. عاوز اجيب الانجل بالديجري كام؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن. اهي الثيتا بالديجري هتبقى عباره عن 1 تايمز 180 ديفايدد باي الباي. في ناس بتحفظها يا شباب از رول، يقول لك لما احول من راديان لديجري بعمل تايمز 180 اوفر باي. ممكن نكون بس ايه فاهمينها كده. طيب كويس جدا، ده كلام ايه كويس جدا. طب تعالى بقى نشوف ازاي نحلها بالكالكوليتر. عندنا شباب طريقتين نحلها بالكالكوليتر. اول طريقه عندنا ان انا اغير النظام بتاع الاله الحاسب بتاعي. فور اكزامبل انا عاوز احسب ساين 90، احنا حافظينها بكام؟ ب1. قال لي طلع معايا غلط. ليه؟ النظام فوق هنا راديان. طب انا عاوز احلها صح، اغير النظام بتاعي فوق ده واخليه ديجري. قدام الانجل دي 90 رايت انجل في الديجري، لازم اخلي فوق ديجري. فهاجي هنا شيفت على المود واختار الديجري رقم 3 اهو ايكوال، تطلع معايا مظبوطه، يبقى ساين 90 ب1. طب انا شغال بالجريديان، شغال بالجريديان هعمل ساين 100، لازم تطلع بكام؟ تطلع ب1. ليه؟ الرايت انجل الساين بتاع الرايت انجل يطلع ب1، دي مالها جريديان. حلها كده تطلع غلط. طب عشان تطلع صح اغير النظام بتاع الكالكوليتر اهو، شفت على المود الجريديان يا شباب رقم 5 اهو جريديان، بص كده اهو تطلع مظبوطه ساين الرايت انجل ب1. طب انا شغال بالريديان بكام الرايت انجل؟ قلنا باي اوفر 2، خلاص اهي ساين باي اوفر 2 شفت على الباي اوفر 2 ايكوال، ما طلعتش معايا مظبوطه ب1،
لازم اخلي اللي فوق دي راديان، حرف الايه الار، شيفت على المود واختار ايه 4 راديان اهو 1 مظبوط. يبقى اول طريقه عندنا يا شباب علشان اطلع الانسر صح، اشوف الانجل عندي بايه واخلي نظام الكالكوليتور شبهه بالظبط. طيب دي طريقه. امال ايه الطريقه الثانيه يا شباب؟ في طريقه ثانيه ما احبش اعملها قوي بس برضه هقول لكم عليها، اللي هي ايه؟ بعيدا عن نظام الكالكوليتور اهو، فوق راديان ايه؟ مالكش دعوه نظامه ايه فوق؟ ساين 90 ديجري. اكتبها ازاي ديجري؟ محدش يدوس لي على الارقام دي، لا مش دي. امال منين يا شباب؟ بدوس على زرار الشيفت على انصر، بيقول لي انت عاوزها ديجري ولا راديان ولا جريديان؟ انا عاوزها مثلا ديجري رقم واحد او ساين 90 ديجري بكام؟ هو انا حاطط فوق هنا راديان ما غيرتهاش، انا هنا فوق ما غيرتهاش، انا بقول له ساين 90 ديجري، هو مع نفسه بيحولها. يعني هو هنا بيروح جاي محولها، لو انا عملت كده 90 ديجري اهو هيحولها على طول باي اوفر 2 عشان نظام الكالكوليتور بالراديان. فانا اقول له ايه؟ عاوز ساين 90 ديجري. طب عاوز مثلا اعمل ساين باي اوفر 2 دي انجل بايه؟ بالراديان او شيفت على انسر واختار 2 راديان اهو ونقفلها كده اهو ايكوال تطلع معايا 1. حتى لو انت فوق غيرت ما عملتش راديان، عملت مثلا ديجري اهو مش هتغير، هو بيحولها مع نفسه. عاوز اعمل مثلا ساين 100 جريديان مفيش اي مشكله، شيفت على انسر، شيفت على انسر واختار جريديان اي ساين 100 جريديان دي بكام؟ دي ب 1 اهو مفيش اي مشكله. انا من وجهه نظري بحب اغير النظام بتاع الكالكوليتور احسن بدل ما احط ار كذا مره. تمام يا شباب؟ كويس جدا. يبقى احنا اتكلمنا عن الكالكوليتور واتكلمنا على الميجرمنت بتاع مين؟ الانجل. في عندنا حاجه ثانيه يا شباب اللي هي الانفينيتي والمسائل اندفايند والحاجات دي، برضو حاجات ايه مهمه جدا عندنا في الليميتس لازم نكون فاهمينها كويس جدا. اول حاجه عندنا حاجه اسمها اندفايند كوانتيتي. Undefined يعني ايه؟ يعني مش موجودة. زي مين؟ 7 over 0. في ناس كتير شاب عليها بتقولك يا مستر على دي equal infinity. الكلام ده غلط. 7 over 0 دي ليها 2 cases. ممكن تكون approach to infinity وممكن تكون approach to negative infinity. ليه يا شباب؟ الزيرو ده يا شباب ممكن اخليه 0.00001 مثلا، في الكيس دي هتبقى ابروشته مين؟ الانفينيتي. والزيرو ده اقدر اكتبه بطريقه ثانيه نيجاتيف 0.00000 مثلا 1، هتلاقي في الحاله دي ابروشته النيجاتيف انفينيتي. فاحنا عندنا هنا تو كيسز لاي حاجه اوفر زيرو، طبعا اي حاجه نوت ايكوال زيرو اوفر زيرو بنقول عليها ايه؟ يا اما تطلع انفينيتي يا اما تطلع نيجاتيف انفينيتي. طيب كويس جدا. ليه يا شباب بنسميها undefined؟ درسنا عندنا في ابتدائي الديفيجن القسمه، ازاي مثلا بعمل مثلا وليكن 12 divided by 3 دي بكام؟ في ابتدائي كنا بنعلمكم بقى ايه؟ نقول لك يا شباب ايه الرقم اللي تايمز 3 يطلع 12؟ تيجي تقول لي يا مستر 4، هو اللي تايمز 3 بيطلع 12 يبقى الانسر هنا 4. نفس الكلام بالظبط هنشوف في المينينج 7 اوفر 0. ايه الرقم اللي تعمله تايمز 0 يطلع 7؟ مفيش. اي رقم في الريال نمبر تايمز 0 ب 0 وبالتالي undefined مش موجود. ما ينفعش اعمل 7 اوفر 0 ملهاش اي معنى. دي يا شباب مختلفة عن حاجة اسمها unspecified quantity، مختلفة عن ايه؟ عنها خالص. unspecified quantity دي بتطلع يا شباب ارقام ليها اكتر من value. يعني مثلا 0 over 0 ممكن تطلع 1 تطلع 2 في مسألة ثالثة تطلع 5 في مسألة تطلع 0 infinity over infinity
0 تايمز انفينيتي، انفينيتي ماينس انفينيتي، الحاجات دي يا شباب 1 باور انفينيتي، 0 باور 0، انفينيتي باور 0. السبع كميات دول بنقول عليهم unspecified quantity، يعني كميات او كميه ملهاش قيمه محدده. ودي بقى السبب الاساسي اللي انا بحتاج فيها استخدم الليميتس، فببقاش عارف الرقم كام. طيب ليه سميناها كده وليه بتطلع اكتر بالرقم؟ تعال نشوفها. ناخد مثلا منهم مثلا اكزامبل اثنين مثلا، وليكن 0 اوفر 0. ليه بنقول دي بتطلع اي رقم؟ تعال نشوف. قلنا معنى الديفيجن تاني، لو انا عندي مثلا وليكن 14 divided by 2 ايكوال كام؟ دي معناها يا شباب ايه؟ معناها كام تايمز 2 هيطلع 14، 7 تايمز 2 ايكوال 14، يبقى الانسر يطلع كام؟ 7. طب بنفس المعنى هات لي 0 اوفر 0 كام تايمز 0 يطلع 0، اي رقم 1 تايمز 0 هيطلع 0، 2 تايمز 0 هيطلع 0، اي رقم تايمز 0 هيطلع 0. وبالتالي ممكن تطلع اي حاجه، يطلع اي ارقام. نفس الكلام بالظبط انفينيتي ماينس انفينيتي. حد يقول لي يا مستر ما احنا عارفين اي اكس ماينس نفسه ده بزيرو، طب ما دي تطلع شبه. لا تعال كده نشوف اكزامبل، اعمل بس كده اكزامبل توضيحي. دي اول انفينيتي ودي تاني انفينيتي. اول واحد هكتبها بالمنظر ده، وليكن مثلا 2 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 بلس 6 اند سو اون، كل الارقام. الثانيه هكتبها بشكل اخر، ماينس اهي هخليها مثلا 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 اند سو اون. اول واحده دي يا شباب لو انا عملت صم كل الارقام دي هيطلع انفينيتي ماينس، لو انا عملت صم لكل الارقام دي هتطلع انفينيتي. يبقى المساله دي عباره عن ايه؟ عباره عن انفينيتي ماينس انفينيتي. طيب تعال نحلها بطريقه ثانيه، كنسل لي 2 دي مع 2 دي، وال3 دي مع 3 دي، وال4 دي مع ال4 دي، وال5 دي مع ال5 دي، وال6 مع اللي بعدها اند سو اون. هيبقى عندي كام؟ 2 ماينس 1، يبقى الانسر يطلع ب1. طيب كنا ممكن اغير 2 دي وبدل ما هي 2 اخليها 8، كنت هتيجي تحل المساله ازاي؟ انفينيتي ماينس انفينيتي برضو، 8 ماينس 1 ب 7 اهو رقم تاني، يبقى ممكن انفينيتي ماينس انفينيتي تطلع 7. معاك يا شباب ايه؟ ما عنديش فاليو واحده بس، ما عنديش فاليو واحده بس عندنا، ممكن يبقى عندي اكتر من فاليو. تمام يا شباب؟ كويس جدا. هتكلم حاجه تانية اسمها اكستندد ريل نمبر. اكستندد ريل نمبر دي عباره عن ايه؟ بتقابلنا كتير في مسائل الليميت بس ما عندهاش يعني ليسون ليها محدد، بس كمسائل عندنا احنا عارفين يا شباب الريال نمبر كنا زمان نقول لك ايه؟ ادي الزيرو، ادي ال1، ادي ال2، ادي النيجاتيف 1، نيجاتيف 2. كنا زمان نقول لك يا شباب ايه؟ ما تحطليش الانفينيتي والنيجاتيف انفينيتي على النمبر لاين، دايما كده خليهم ايه؟ فوق، دول مش معانا. فعملوا ست جديده عاملين فيها ايه يا شباب؟ بيسموها اكستندد ريل نمبر، عباره عن ايه؟ ار كده ويحطوا كده فوقها ايه؟ بار كده صغير. دي عباره يا شباب عن ايه؟ دي عباره عن كل الريل نمبر بتاعتنا يونيون الانفينيتي والنيجاتيف انفينيتي، بمعنى اصح ان الانفينيتي والنيجاتيف انفينيتي يعتبروا عباره عن ايه؟ نمبر جوه الاكستندد ريل نمبر. احنا عندنا في الريال نمبر ما ينفعش اعمل رقم مش موجود في الريال نمبر بلس رقم مش في الريال نمبر، ما ينفعش. الريال نمبر لما انا اعمل عمليه البلس اهو لازم الاول يكون في الريال نمبر والرقم الثاني يكون في الريال نمبر، لكن دي ما اقدرش احلها في الريال نمبر، لكن اقدر احلها في الاكستندد ريال نمبر. ليه؟ فيها الانفينيتي، ممكن اقول الانفينيتي بلس اي حاجه عادي، الانفينيتي موجوده في المجموعه بتاعتنا دي. تمام؟ لكن في الريال نمبر مفيش حاجه اسمها كده، ده كده اسمه مش موجود، حاجه مش موجوده.
ما ينفعش تقول لي انفينيتي بلس حاجه ومش موجوده في الريال نمبر، موجوده في مين؟ في الاكستندد ريال نمبر، حاطين بس فيها ايه؟ زياده الانفينيتي والنيجاتيف انفينيتي. طيب في الاكستندد شاب ريال نمبر عندنا بعض الرولز المهمه جدا اللي هي مين؟ اي رقم بلس انفينيتي انفينيتي، اي رقم ماينس انفينيتي بنيجاتيف انفينيتي ما اتغيرتش. تعالى كده فور اكزامبل، انفينيتي بلس 2 بكام؟ بانفينيتي مش هتزيد. انفينيتي ماينس 2 برضه مش هتقل ولا بتزيد ولا بتقل. اي نمبر بلس الانفينيتي مش هيغير الانفينيتي، انفينيتي يشيل منها اي رقم مش هيتغير الانفينيتي. نفس الكلام بالظبط نيجاتيف انفينيتي، ولا بتزيد ولا بتقل. اما بالنسبه للمالتيبليكيشن لا، هنا عندنا بقى ايه الساين بتاعتنا بوزيتيف ونيجاتيف اللي هي قواعد المالتيبليكيشن عليها خالص. لو انا خدت انفينيتي وعملتها تايمز نيجاتيف 10 هتطلع لي نيجاتيف انفينيتي. ليه؟ عشان بوزيتيف تايمز نيجاتيف بنيجاتيف. نفس الكلام بالظبط لو انا عندي انفينيتي وعملتها تايمز 10 هتطلع انفينيتي. نيجاتيف انفينيتي تايمز نيجاتيف 10 هتطلع كام؟ هتطلع انفينيتي. نيجاتيف انفينيتي تايمز 10 هتطلع نيجاتيف انفينيتي. عندي حاجه اسمها اكستندد ريال نمبر، بتعامل مع الانفينيتي اكنها نمبر عادي خالص، مع البلس والماينس والمالتيبليكيشن والديفيجن عادي خالص. طيب في حاجه تانية يا شباب مهمه جدا، 1 اوفر انفينيتي. 1 اوفر انفينيتي في ريال نمبر ملهاش اي معنى، لكن في الاكستندد ريال نمبر اكزاكت بزيرو. في الاكستندد ريال نمبر ليها سوليوشن بزيرو اكزاكت، اما في ريال نمبر ما اقدرش اكتبها، ما اقدرش احلها. ليه؟ الانفينيتي اصلا مش موجوده، فما ينفعش اقول 1 اوفر انفينيتي عشان الانفينيتي اصلا مش موجوده في ريال نمبر. طيب في ريال نمبر بنحلها ازاي؟ بعملها بالمنظر ده، ليميت اكس تندس تو انفينيتي 1 اوفر اكس، واقول على الكلام ده بزيرو. دي كده منظرها في ريال نمبر، لكن في الاكستندد ريال نمبر 1 اوفر انفينيتي بزيرو. تمام يا شباب؟ طيب لوج زيرو، لوج زيرو بيطلع معانا نيجاتيف انفينيتي، لوج انفينيتي بيطلع معانا انفينيتي. مسائل دي بتقابلنا في كتير في الليميتس. ساين انفينيتي ناس كتير تقول لي ساين انفينيتي يا مستر بانفينيتي، الكلام ده غلط. ساين انفينيتي يا شباب دي عمرها ما هتزيد عن ال1 وعمرها ما هتقل عن النيجاتيف 1. ليه؟ الساين دايما باوندد بتوين النيجاتيف 1 وال1، فساين انفينيتي بكام؟ مش رقم محدد بس هي بتوين النيجاتيف 1 وال1. طيب اي باور انفينيتي، اي باور انفينيتي بانفينيتي، وان جنرال اي رقم باور انفينيتي هيطلع انفينيتي امتى؟ لو الرقم ده مور ذان ال1، واي رقم باور انفينيتي ايكوال 0 لو الرقم ده ليس ذان ال1 ومور ذان الزيرو، يعني رقم فراكشن. طيب نفس الكلام بالظبط اي باور نيجاتيف انفينيتي اللي هي عباره عن 1 اوفر اي باور انفينيتي، واحنا عارفين 1 اوفر اي باور انفينيتي بانفينيتي الانسر يطلع كام؟ زيرو. تمام يا شباب؟ نفس الكلام بالظبط اقدر اقول ايه باور نيجاتيف انفينيتي هتطلع زيرو امتى؟ لو الاي مور ذان ال1، وايه باور نيجاتيف انفينيتي هتطلع انفينيتي لو الاي فراكشن من الزيرو لل1. فاين جنرال البعض الحاجات دي يا شباب مسائل بتقابلنا في الليميتس كتير، فلازم الاول نكون فاهمينها. طيب كويس جدا، دلوقتي عندي شباب عاوزين نتكلم عن مين؟ عن الفانكشن. الفانكشن يا شباب بتتكتب بشكل y equal f of x، y equal f of x، x ده independent variable، y ده dependent variable. طيب كويس جدا، مديني example function بالمنظر ده، طالب مني f of 0، مفيش أي مشكلة، هعمل substitute عن x equal 0، وزي ما قلت ممكن أعملها بالكالكوليتر أكتبها زي ما هي، وأعمل calculate وأعمل x ب 0، مفيش أي مشكلة، تطلع ب 1. f of 2 مفيش أي مشكلة، تطلع ب 3. f ب 1 مفيش اي مشكله،
طلع لي مشكله 0 اوفر 0. المسائل اللي لما اعمل فيها الفانكشن دايركت سبستيوشن ويطلع لي 0 اوفر 0، المسائل دي عشان تحلها محتاج علم اسمه علم الليميتس، ازاي احل المساله بتاعت 0 اوفر 0. طبعا عندنا هنا في الفانكشن حاجه مهمه جدا، انا ما ينفعش اجيب اف اوف 1 دي undefined، دي undefined ليه؟ المفروض اجي هنا اهوت واقول عندي الدومين اكس نوت ايكوال 1، يبقى انا عندي 0 اوفر 0 دي في الفانكشن undefined. هنحلها ازاي؟ هنحلها بالليمتس وهنعرف ازاي نحلها. يبقى انا في مسائل في الفانكشن بعرف اجيب ليها الفاليو، وفي مسائل بيقول عليها undefined. طيب كويس جدا. طب من الناحيه الثانيه الفانكشن از جراف، از جراف طالب مني اف اوف 4، مش هعمل دايركت سبستيوشن، ما عنديش الفانكشن. هاجي هنا على الجراف، هاجي على الاكس، اكس بكام؟ اكس ب 4 اهو، واشوف الواي بكام. لما اكس ب 4 الواي ب 2 اهي. طب عاوز اجيب اف اوف 2 اهي، اجي عند الاكس ب 2. في ناس ما شاء الله عليها اف اوف 2 تجيب لي واي ب 2، لا اف اوف 2 هات لي اكس ب 2. اكس ب 2 هنا اهو الجراف اهو، اكس 1.5. اف اوف 0 مفيش اي مشكله، اجي عند اكس ب 0 واشوف واي بكام. دي هنا يا شباب هول، فجوه دي هول مش معانا، انا عندي البوينت كلوزد اللي هي السودا دي، يبقى لما اكس ب 0 الواي كانت بكام؟ الكلوزد بوينت ب 2. يبقى ده الحل يا شباب من الجراف، وده الحل من الفانكشن. طيب نبدا بقى دلوقتي نتكلم عن ايه؟ عن الليمتس. الليمتس يا شباب من معناها بوينت بحاول اقرب منها ما بوصلهاش، بقرب منها بس. عندي حاجتين ليمت، عندي ليمت من الرايت وعندي ليمت من الليفت. في الوان دايمنشن عندي اكس اي بتزيد وبتقل، فلو انا عندي مثلا اكس ايكوال 1 فانا عندي اتنين ليمت قبلها وبعدها، عندي اكس ايكوال 1 من الرايت وعندي اكس ايكوال 1 من الليفت. ايه الفرق بينهم؟ اكس ايكوال 1 من الرايت رقم مور ذان ال1 مباشره، رقم مور ذان ال1 مباشره، زي مثلا كام 1.0000001. ده عباره عن ايه يا شباب؟ ده عباره عن اكس ايكوال 1 من الرايت. طب اكس ايكوال 1 من الليفت قبل ال1 مباشره، قبل ال1 بفتفوته كان عندي كام 0.999 and so on. يبقى انا كده عندي رقم قبل ال1 ورقم بعد ال1، بجيب عندهم الليمت. يبقى انا ماليش دعوه بالفاليو نفسها، انا حوالين الفاليو نفسها، حوالين الفاليو دي. طيب اول حاجه عندنا ليميت فروم رايت، اهو الفانكشن عندي الاي بس من الرايت، دي عباره عن ايه؟ ليميت بعملها ال اي ام بس، الاي تي ما تتكتبش. ليميت اختصار كلمه ال اي ام دي اختصار كلمه ليميت، اكس تندس تو الاي فروم رايت للفانكشن اف اوف اكس، وعندي اف اوف اي من الليفت ليميت اكس ابروش تو الاي من الليفت للفانكشن دي. كويس جدا. اول حاجه هنتكلم عنها فيها جرافيكالي. جرافيكالي يعني عندي رسمه وطالب مني اف اوف 0 من الليفت، اف اوف 0 من الرايت، الليميت عند اف اوف اكس لما اكس تندس تو الزيرو. طيب اول حاجه هعملها هجيب اف اوف 0 من الليفت، دي معناها ايه؟ دي اختصار كده ليميت اكس تندس تو 0 من الليفت للفانكشن بتاعتك. طب نحلها ازاي يا شباب؟ هنا يا شباب هروح عند اكس ايكوال 0 من الليفت، يعني قبلها مباشره. فين اكس ب 0؟ اكس ب 0 هنا، انا قبلها مباشره هنا، اشوف الواي بكام؟ الواي ب 1. طيب تعال نجيب الثاني، اف اوف 0 من الرايت، اف اوف 0 من الرايت دي عباره عن ليميت اكس تندس تو الزيرو من الرايت للفانكشن بعد الزيرو مباشره، اهو بعد الزيرو مباشره راح على كام؟ راح على ال 1. طيب عندي حاجه بقى شويه اسمها ايه؟ اسمها الليميت اكس ابروش تو الزيرو. بقول عندي يا شباب حاجه اسمها الليميت اكزيست، موجوده امتى؟ لو الليميت من الرايت ايكوال الليميت من الليفت. لو انا عندي الليميت من الرايت عند الرقم
او الفاليو ايه ايكوال الليمت من الليفت، بقول عندي في الكيس دي الليمت دي اكزيست. فانا عندي هنا فوق الليمت من الرايت ايكوال الليمت من الليفت، الاثنين ب1، يبقى الليمت نفسها هنا بقى عملت زيرو ولا من الرايت ولا من الليفت ايكوال كام؟ نفس الفاليو بالظبط. طب بفرض الاثنين طلعوا غير بعض، بقول الليمت دي doesn't exist. عشان الليمت بتاعتي تكون exist، الليمت من الرايت exist، الليمت من الليفت exist، الاثنين ايكوال بعض. تمام؟ ماشي. ناخد اكزامبل. بيقول لي هنا هات لي f of 1 من الليفت، f of 1 من الرايت، الليمت بكام؟ كويس جدا. أول حاجة هجيب f of 1 من الليفت. اتفقنا دي اختصار عبارة عن limit x tends to 1 من الليفت للفانكشن بتاعتك دي. هاجي قبل ال 1 مباشرة اهي. ال y بكام؟ ال y ب 2. طيب كويس جدا. عاوز f of 1 من الرايت. برضو قلنا دي اختصار عبارة عن limit x tends to 1 من الرايت للفانكشن. هاجي بعد ال 1 مباشرة. بعد ال 1 مباشرة. الواي بكام؟ الواي ب1. هنا بقى الليمت من الليفت نتيكوال الليمت من الرايت. معنى كده اقول الليمت doesn't exist. يبقى الليمت هنا بقى عملت extends to 1 ولا عملت رايت ولا ليفت. الاثنين دول غير بعض؟ قول هنا الليمت doesn't exist. Does not exist. لاحظ حاجة يا شباب. مفيش أي علاقة بين الفانكشن والليمت. لو انا حبيت هنا اجيب الفانكشن f of 1، اتفقنا الفانكشن عند ال1 اكزاكت، ال1 بالظبط اطلع فوق كده. الكره البيضه دي هول مش معانا، السودا هي اللي معانا. لما يكسب 1 y ب1 الفانكشن ديفايند، لكن الليمت doesn't exist. طب نشوف اكزامبل 2. طالب مني f of 1 من الليفت، طلب مني f of 1 من الليفت، هجيب قبلها مباشرة y بكام؟ y ب2. طب f of 1 من الرايت، هجيب بعدها مباشرة برضو ب2. قدام الليمت من الرايت قد الليمت من الليفت، يبقى الليمت نفسها عند ال1 برضو ب2. هنلاحظ احنا عندنا حاجة يا شباب، الليمت اكزيست وكل حاجة. لو طلبت مني f of 1 ايكوال كام؟ لو جبت f of 1 همسح كده الحته دي بس معلش. f of 1 يا شباب مفيش اي حاجه خالص، الفانكشن undefined. f of 1 undefined مفيش ليها فاليو. الهول دي مش معانا. x ب1 مفيش اي فاليو للواي. فهي ليميت اكزيست مفيش مشكله وليها فاليو، لكن الفانكشن undefined. هنا الليميت doesn't exist بس الفانكشن defined، فمفيش عندنا اي ريليشن بتوين الفانكشن والليميت بتاعتها. لا ملهمش دعوه ببعض خالص. الليميت حاجه والفانكشن حاجه ثانيه، ساعات بيتساوي يعني سبيشال كيس بيطلعوا قد بعض مفيش مشكله. ناخد مثال كمان كريتيف شويه. تمام. بيقول لي هنا ايه the curve of the function. الفانكشن بتاعتي دي عباره عن ايه؟ بولينوميال فانكشن intersects x axis at x equal 3. دي معناها ايه يا شباب؟ نحاول كده نتخيلها. ادي x وادي y. ارسم لي اي فانكشن اي جراف، بس اهم حاجه يعمل intersect عند x axis x ب 3. يعني عندي x intercept ب 3 والفانكشن ليها اي شكل مهما كان بقى شكلها. تمام. ممكن ارسم شكل تاني كده رسم عشوائي، ممكن حد يقول لي مستر نرسمها كده، مفيش اي مشكله، انا بس برسم رسمه نحاول نتخيلها اي رسم، بس اهم حاجه تعدي بايه؟ بالاكس ايكوال 3. بيقول لي مين هنا في الانسر دي هيكون صح؟ اول حاجه انا عندي هنا اكس بكام؟ اكس ب 3. هنا بيقول لي اكس تندس تو 0، ما عنديش اي حاجه اعرفها عن الزيرو. انا ممكن ارسم دي فوق ارسمها تحت، ما فيش اي حاجه اعرفها عن الزيرو، ودي كمان اكس بزيرو. فالاثنين دول كده يعني ايه؟ ما تفكرش فيهم. انا عندي اكس ايكوال 3، فانا لما اجيب الليمت هجيبها عند اكس ايكوال 3. يبقى يا ايه يا دي. طب هات لي كده الليمت من الرايت
وهات لي كده الليبت من الليفت. تمام، ليبت من الرايت وليبت من الليفت. بالنسبه لليبت من الرايت بعد الثري مباشره الواي بكام؟ الواي هنا بزيرو. قبل الثري مباشره الواي بكام؟ الواي برضو بزيرو. يبقى المفروض الليمت لما اكس تيندز تو 3 تطلع بكام؟ تطلع بزيرو. يبقى الانسر بتاعي انسر ايه؟ طبعا حد ممكن يقول لي يا مستر طالما هي بولينوميال يبقى كونتينوس. الليمت بتبقى هي الفانكشن بالظبط، البولينوميال متوصله ببعضها، فالفاليو بتاعت الفانكشن هي نفس الفاليو بتاعت الليمت. فانا عندي هنا دي معناها اكس انترسبت كام وكام البوينت؟ 3 و0. يبقى لازم يكون الليمت الاكس ابروش تو ال 3 للفانكشن الواي بكام؟ الواي ب 0. يعني طالما هي كونتينوس يبقى البوينت هي الليمت. تمام، فانا ممكن نحلها كده على طول مباشره. طب كويس جدا، ناخد اكزامبل كمان. مساله كده تحس ان هي شكلها صعب والحقيقه هي سهله جدا. بيقول لي ات سيتا تندس تو باي اوفر 2 زين واي تندس تو الكام؟ بيقول لي سيتا بتقرب من الباي اوفر 2 يعني هتبقى رايت انجل اهو. دي عندي 10 سنتيمتر ودي عندي 10 سنتيمتر. طالب مني واي، لما دي تكون رايت انجل او ابروكسيميت رايت انجل هينطبق بيثاغورس ثيرم نطلع الواي عباره عن سكوير روت 10 سكوير بلس 10 سكوير، يبقى يطلع 10 روت 2. مساله مباشره وسهله، عاوز بس حد يكون فاهم ان الثيتا بتقرب الرقم ده يعني هتبقى تقريبا ايه؟ رايت انجل. وحلتها. ناخد اكزامبل كمان. بيقول لي الجراف اوف ذا فانكشن ده عاوز من هنا ستيتمنت تكون نوت ترو. نوت ترو يعني هتكون غلط، يعني الفور انسر الدور كلهم صح ما عدا واحد. تمام، تعال مثلا كده نجرب مثلا ايه، نشوف مثلا دي صح ولا غلط. مثلا دي بيقول لي ليميت اكس ابروش تو 2 للفانكشن دي ايكوال 4، هجيب اف اوف 2 من الرايت وهجيب اف اوف 2 من الليفت واشوفهم بكام. لو قد بعض وايكوال 4 يبقى الحل مظبوط. اهو عندي ال 2 قبلها وبعدها، اهو الاثنين، الاثنين بكام؟ ب 4، يبقى دي صح، يبقى دي مظبوطه. طب تعال نشوف ايه سي. يقول لي ليميت اكس تندس تو 3 اف اوف اكس دازنت اكزيست. طب تعالى كده نجيب اف اوف 3 من الرايت ونجيب اف اوف 3 من الليفت. من الرايت بعد 3 مباشره بكام؟ ب 1. طب من الليفت قبل 3 مباشره ب 3. يبقى من الليفت ب 3 قبل 3 مباشره راح على 3 وبعد 3 مباشره راح على ال 1. يبقى دي الاثنين مش قد بعض، يبقى doesn't exist. ايوه فعلا doesn't exist. طب تعالى كده نجيب البي، ليميت اكس ابروش تو ال 3 من الرايت اف اوف اكس ايكوال 1. لسه عاملها من شويه مظبوطه فعلا 1 اهي. طب تعالى نجيب الايه، بيقول لي ليميت اكس ابروش تو ال 5 اف اوف اكس ايكوال 5. طيب تعالى نجيب الليميت من الرايت ونجيب الليميت من الليفت. اول حاجه الليميت من الرايت هاجي بعد ال 5 مباشره، مفيش حاجه خالص، هوا اهو مفيش حاجه خالص، مفيش فانكشن. يبقى بعد ال 5 مفيش اي فانكشن، يبقى دي doesn't exist، مش موجوده، مفيش حاجه بعد ال 5 هوا، مفيش حاجه خالص اهي. طب قبل ال 5 مباشره، قبل ال 5 مباشره ب 5، ادام الليفت مش هي الرايت يبقى doesn't exist. يبقى المفروض هنا اهو لو انا هجمعهم كده مع بعض هقول الليميت اكستندز تو ال 5 دي doesn't exist. ليه؟ عشان الليميت من الرايت اصلا مش موجوده، دي ليها ليميت بس من وان سايد. تمام، طيب نخش على حاجه جديده، الرايت والليفت ليميت، بس هنحلها بطريقه ايه؟ نوميريكال.
نوميريكال يعني ايه؟ يعني احلها بالكالكوليتر. يقول لي هنا ايه اكزامبل ليميت اكس تندس تو ال2 للاكس باور 2 ماينس 4 اوفر اكس ماينس 2. يقول لي نوميريكال يعني ايه؟ انا عارف دي معناها الفانكشن عند ال2 من الرايت والفانكشن عند ال2 من الليفت. دول معناهم عندنا. كويس جدا. هحلها كأني بجيب الفاليو بتاعت الفانكشن بالظبط بالكالكوليتر اهو. جه هنا مثلا سي قال لي هنجرب ارقام، انا عاوز اقرب منين؟ من ال2 من الرايت، يعني رقم مور ذان ال2. فبيجرب هنا 2.1، بيجرب 2.01، 2.001 اند سو اون لحد ما ايه يقرب ل2 قوي. وعندي ال2 من الليفت رقم قبل ال2 مباشره 1.9 1.99 1.999 اند سو اون. يبقى ده الليمت من الرايت الناحيه دي اهو، وده الليمت منين؟ من الليفت. طب تعالى كده نجرب الكالكوليتر. اتفقت معاك اسهل طريقه اكتبها زي ما هي اهو. اكس باور 2 الفا اكس باور 2 ماينس 4 تحت ديفايدد باي اكس اهي ماينس 2. ودوس على ايه؟ على زرار كالكوليت بيعمل بس سبستيوشن. هنجرب كده اكس بكام؟ 2.1. نلاقي الواي بكام؟ 4.1. ده كده رقم بعد ال2 بس رقم بعيد، في اقرب منه اهو. انا بجيب ايه؟ 2 من الرايت رقم بعد ال2 مباشره. ده رقم بعد ال2 بس بعيد شويه. هاخد رقم اقرب اهو. كالكوليت 2.01 اهو بكام؟ 4.01. اجيب رقم اقرب كمان من ال2 في ده، اقرب كمان من ال2 اكتر اهو. كالكوليت 2.0001 اهي برضه بيقرب منين؟ من ال2 اكتر. الاقي بقى عندي الواي اهي بتقرب من كام؟ بتقرب من الفور. فانا عندي كده الليمت من الرايت بفور. تعالى اجيب الناحيه الثانيه، عاوز اجيب الليمت من الليفت. فهجرب كالكوليت اهو 1.9 قبل ال2 مباشره 1.9 مظبوطه اهي 3.9 قرب اكتر 1.99 اقرب من ال2 من ال1.9 اهو 1.99 يبقى 3.99 قرب اكتر. كالكوليت اهو 1.999 اهو بقرب اكتر. يطلع كام؟ 3.999 وهكذا. برضو بتقرب منين؟ من الفور. يبقى انا كده عندي لو انا هحلها هقول عندي الليمت من الرايت بفور، الليمت من الليفت برضو بفور. طالما الليمت من الرايت قد الليمت من الليفت يبقى الليمت بتاعتي اكزيست وايكوال فور. طبعا زي ما قلت لكم الاله الحاسبه ممكن تيجي مثلا معاك في مسائل تحلها غلط. فور اكزامبل كالكوليت انا هقرب من ال2 او 2 بوينت وكتر. قال لي ماس ايرور، ما عرفش يحلها. فلما تيجي انت بقى تجرب رقم قريب من ال2 بلاش تاخد رقم قريب قوي من ال2، يعني على قدر المستطاع حاول تقرب ايه برقم مناسب اهو كده. سوري كده مثلا 3 مثلا ديسيمال ولا حاجه كفايه قوي، هتبقى واضحه معاك. تمام شباب؟ كويس جدا. ناخد اكزامبل كمان على الكلام ده. عاوز الليمت المساله المكلكعه دي اكس ابروش تو 5 للمساله دي، مفيش اي مشكله اهو. هكتبها زي ما هي اول حاجه على الكالكوليتر اهو. روت اكس ماينس 1 ماينس 2 وتحت انا عندي اكتب ايه؟ اكس ماينس 5. هجيب الليمت من الرايت كالكوليت رقم مور ذان ال 5 من الرايت اللي هو 5.0001 اهو. يطلع كام؟ تقريبا 0.25 يعني 1 اوفر 4. ممكن نجيب الليمت من الليفت اهو كالكوليت رقم قبل ال 5 مباشره 4.9999 امسون اهو ايكوال. يطلع كام؟ 1 اوفر 4. طبعا هنا جاب لي اكزاكت عشان هو بيقرب
1 over 4a مظبوطة. يبقى الليمت من الرايت والليمت من الليفت قد بعض بالظبط، ويطلع الانسر بتاعي كام؟ 1 over 4. تمام كده يا شباب؟ قول على الطريقة دي حل نوميريكال، يعني حل ايه؟ باخد ارقام وجرب بيها. طيب في طريقة حل ثالثة الجبريكال، يعني ايه؟ احلها عن طريق رولز عندنا. مش هشرح النهارده الرولز، بس ايه؟ هنعدي عليها كده على السريع. اول طريقه رول، لو انا عندي فانكشن بولينوميال فبعمل حاجه اسمها ايه؟ دايركت سبستيوشن. ليه؟ اتفقت معاكم في البولينوميال مفيش فرق ما بين الليمت والرقم بتاع الفانكشن، الاثنين هم هم بالظبط. فانا عندي مثال زي كده، بعمل دايركت سبستيوشن اهو 2 باور 2 ماينس 3 تايمز 2 بلس 5 ونحلها ايكوال 3. خلصنا كده منها، خلاص كده المسألة خلصت. مش لازم بقى اجيب من الرايت ومن الليفت، دي بولينوميال فانكشن لما اجي احلها برول بعمل دايركت سبستيوشن. طيب في مسألة تانية تحتها، ليميت 1 اوفر ابسولوت فاليو اكس، اكس ابروش تو الزيرو. زي ما قلنا عندنا ليميت من الرايت وعندنا ليميت من الليفت. تعال نحلها دايركت سبستيوشن، 1 over absolute value 0 يبقى 1 over 0. اول ما تلاقي مسالتك ما طلعتش 0 over 0، طلعت معايا 1 over 0 او اي رقم over 0 بس ما يبقى 0، المساله دي كده تعتبر خلصت. ليها حل من اثنين، يا اما تطلع infinity او negative infinity، يا اما تطلع doesn't exist. يا doesn't exist يا infinity او negative infinity. تعالى كده نشوف هنحلها ازاي. حل السؤال ده على طول بستخدم الكالكوليتر اهو، 1 اوفر الابسولوت فاليو شباب، بدوس على الشيفت على السي او الهايب دي، كام؟ اكس، اكس ابروش تو الزيرو اهو، كالكوليت اكس ابروش تو الزيرو، يعني اجيب كام مثلا؟ رقم قريب جدا من الزيرو، او بوينت 0000 مثلا 1 ايكوال، يطلع رقم كبير اللي هو مين؟ انفينيتي. طب تعالى نجرب رقم تاني، بس منين؟ من الليفت بقى. احنا خدنا واحد من الرايت، اخد واحد من الليفت، نيجاتيف 0.00001، ده قبل الزيرو مباشره من الليفت في النيجاتيف، يطلع كام؟ برضو يطلع انفينيتي. دي لو انا عاوز احلها هقول عندي هنا ايه؟ الليمت عند الزيرو من الرايت بيطلع انفينيتي، الليمت عند الزيرو من الليفت يطلع برضو انفينيتي. دي معناها الليمت نفسها بكام؟ بانفينيتي. في حته مهمه جدا يا شباب، الانفينيتي دي مش موجوده في الريال نمبر، فدي ايكويفالنت لدوزنت اكزيست، بس في معظم الريفرنس بنكتبها بشكل انفينيتي، بحيث تدل ليها ايه؟ ليها فاليو واحده، يعني الرايت زي الليفت بس انفينيتي، ففي الغالب بيختارها ايه؟ انفينيتي. هعمل اكزامبل تاني مختلف شويه، ليميت اكس ابروش تو الزيرو 1 اوفر اكس بس. هنيجي نحلها بالكالكوليتر اهو، هجيب الليمت من الرايت، كالكوليت من الرايت 0.00 مثلا 1 اهو، تطلع بانفينيتي مثلا، رقم كبير جدا انفينيتي، كل ما صغر كل ما رقم هيكبر. طب اجيب الليمت من الليفت، نيجاتيف 0. يطلع نيجاتيف انفينيتي. يبقى المساله دي لو انا حياتها كده هقول عندي الليمت من الرايت بانفينيتي، الليمت من الليفت بنيجاتيف انفينيتي. يبقى الليمت نفسها يا شباب بكام؟ اهو 1 اوفر اكس، دي مالهاش غير كتابه واحده بس، doesn't exist. ليه يا شباب؟ الرايت غير الليفت، الرايت غير الليفت هكتبها doesn't exist، لا خلاف ولا نقاش في ذلك. لكن
لو الليمت من الرايت زي الليمت من الليفت والاثنين انفينيتي او الاثنين نيجاتيف انفينيتي هكتبها بنفس الشكل بالظبط، بس ايكويفالنت لمين؟ لدوزنت اكزيست برضه. فالمسائل بتاعه الدايركت سبستيوشن يا اما بيطلع رقم مباشره يا اما بيطلع رقم من 0 اوفر 0. في الحالتين دول خلاص المساله خلصت. ناخد اكزامبل تاني. الليمت دي مدهاني ايكوال 5، عاوز الفاليو بتاعه الايه بكام. هنشتغل بنفس الطريقه، هعمل دايركت سبستيوشن. في الراشنال فانكشن يا شباب الليمت برضو هي نفس الفاليو بتاعه الفانكشن بالظبط، بس ما تبقاش البوينت منين؟ من الزيروز بتاعه الديرمينيتور. فانا عندي هنا اكس بكام؟ اكس ب1 او 2 تايمز 1 بلس اي اوفر 1 بلس 1 ايكوال 5. دي معناها ايه؟ 2 بلس اي اوفر 2 ايكوال 5. دي معناها ان ايه؟ ايكوالز 8. سهله جدا. انا بس عملت ايه؟ طبقت الكونسبت اللي بيقول ايه؟ الدايركت سبستيتيوشن. طالما هي بولينوميال او راشونال وانا ماليش دعوه بالزيروز بتاعه الديرمينيتور، بعمل حاجه اسمها ايه؟ دايركت سبستيتيوشن. طب واحده كمان اهي، ناس ما شاء الله عليها هيقول لي يا مستر على طول هنعمل دايركت سبستيتيوشن. 3 اكس ب 3 اهي ماينس 3 تبقى بزيرو ويختل دي، ده الحل الغلط. اتفقت معاه بعمل دايركت سبستيوشن في مين؟ في البولينوميال وفي الراشنال اللي ماليش دعوه بالزيروز بتاعتها. دي روت، ما تعمليش دايركت سبستيوشن. وما نحلها ازاي؟ حلها لي بالكالكوليتر اهو نيوميريكال. ادي الروت اكس عندي اهي ماينس 3 كالكوليت، هجيب رقم من الرايت ورقم من الليفت مور ذان 3 3.000 مثلا 1 اهو. ده تقريبا ايه؟ 3 10 باور نيجاتيف 3، يعني تقريبا ابروش تو زيرو. كل ما هصغر اكتر بص كده اهو 3 بوينت قطر اكتر 1 اهو بيوصل للزيرو. تمام. طب يبقى الليمت من الرايت بزيرو، هات لي بقى الليمت من الليفت. كالكوليت رقم قبل السريع على طول 2.999 ماس ايرور. ليه هنا ماس ايرور؟ تعالى كده نشوفها. قلنا هنا اول حاجه الليمت عند 3 من الرايت نوميريكال بزيرو. طب الليمت عند 3 من الليفت عملت مثلا سي 2.99 تحت الروت وهنا عندي ماينس 3، لما اجي احلها هلاقي جوه كام؟ نيجاتيف 0.01. مفيش في الليمت كومبلكس نمبر، مفيش في الليمت كومبلكس نمبر، فدي معناها ايه؟ الليمت مش موجوده. يبقى الليمت من الليفت مش موجوده ليه؟ بتدي كومبلكس نمبر. لو احنا حتى تخيلناها في الرسمه اكس روت هيبقى بالمنظر ده كده جراف. قبل 3 مفيش حاجه، في ليميت بعد 3 مفيش ليميت قبل 3 فاضيه. اي هنا مفيش حاجه خالص، مفيش رسمه، فمفيش ليميت من الليفت، وبالتالي الليميت دي doesn't exist. يبقى نخلي بالنا يا شباب كلمه دايركت سبستيوشن ما بعملهاش غير في مين؟ في البولينوميال وفي الراشنال، ما لكش دعوه بالزيروز اللي تحت. ان جنرال اي فانكشن كونتينوس، بس بتكلم على اللي احنا ايه عارفينها. ناخد اكزامبل كمان، يقول لي ليميت ابسولوت فاليو اكس ماينس 3 اوفر اكس ماينس 3. هنحلها ازاي؟ هنحلها بالكالكوليتر اهو. ادي ابسولوت فاليو اكس ماينس 3 وتحت عندي هنا اكس ماينس 3. كالكوليت هناخد اول حاجه منين؟ من الرايت 3.0001 تطلع بكام؟ تطلع اكزاكت ب 1.
طب هات لي من الليفت قبل ال 3 مباشره 2.999. انا عندي هنا اكس تندس تو 3، فبجيب قبلها مباشره كام؟ 2.999 مثلا اهي، ايكوال تطلع نيجاتيف 1. دي معناها ايه؟ ان الليميت عند 3 من رايت قلنا ب 1، والليميت عند 3 من الليفت بنيجاتيف 1. يبقى الليميت نفسها طالما الاثنين غير بعض يبقى doesn't exist. ممكن السؤال ده يا شباب نحله ثيوريتيكال شويه كده. اول حاجه هجيب الاولى كده، بصوا 3 من الرايت من غير بقى كالكوليتر. بصوا يا شباب، المسائل اللي فيها ابسولوت فاليو لو اللي جوه دوت او اللي جوه ده لو كان بوزيتيف الابسولوت فاليو ملوش اي لازمه. انا واخد هنا ايه؟ رقم ابروشتو 3 من الرايت يعني مور ذان 3، فاي رقم مور ذان 3 ماينس 3 هيطلع بوزيتيف، فالابسولوت دوت هنا اهو ملوش اي لازمه خالص. اهو ليميت اكس تندس تو 3 من الرايت اكس ماينس 3 اوفر اكس ماينس 3 يطلع الانسر بكام؟ ب 1. طيب تعالى الحل الثاني، ليميت اكس تندس تو 3 من الليفت، هنا يا شباب لما تيجي تبص كده على السؤال هتلاقي الرقم ده ليس ذان 3، اي رقم ليس ذان 3 ماينس 3 هيطلع نيجاتيف. في الكيس دي الابسولوت فاليو هيطلع نيجاتيف اكس. ليه؟ اكس عندي هنا ليس ذان الزيرو. ممكن هنا اشرحها فوق كده ايه بالتفصيل شويه. بصوا يا شباب في مسائل الابسولوت فاليو، ابسولوت فاليو اكس ليها تو كيسز، تطلع زي ما هي لو الرقم اللي جوه ده بوزيتيف، وتطلع بالنيجاتيف لو اللي جوه دوت كان نيجاتيف. حط الايكوال فوق او تحت، في الغالب بنحط فوق. ناخد مثلا اكزامبل ابسولوت فاليو ال5 تطلع بكام؟ تطلع ب5. ليه 5؟ الرقم اللي فوق ده بوزيتيف اهو 5 بوزيتيف، يبقى تطلع زي ما هي. طيب ابسولوت فاليو نيجاتيف 5 بتطلع ب5. طب انت عملت ايه؟ الرقم اللي جوه نيجاتيف وانا عاوز اخليه بوزيتيف، فبنعمل ايه بقى يا شباب؟ بنقول بنحط نيجاتيف من عندنا اهو، الرقم اللي جوه ده اكس ماليش دعوه بيه، احط له نيجاتيف من عندي بحيث يبقى نيجاتيف تايمز نيجاتيف يطلع بوزيتيف. فهنا عندي اكس ليس ذان الزيرو، فابسولوت فاليو اكس تطلع نيجاتيف اكس، اكس دي نيجاتيف واحط لها كمان نيجاتيف يبقى الابسولوت فاليو بيطلع رقم بوزيتيف بس. تمام؟ نيجي بقى هنا، هنا رقم ليس ذان ال 3 ماينس 3 هيطلع رقم نيجاتيف، فتتفك كده بقى. الابسولوت فاليو دوت يطلع بايه؟ يطلع بالنيجاتيف. وتحت عندي اكس ماينس 3 يبقى الانسر يطلع نيجاتيف 1 اهي. هنا على طول احنا ايه؟ بالكالكوليتور، بس برضه لازم نكون فاهمينها. اهي 1 وهنا نيجاتيف 1، يبقى الليمت دازنت اكزيست. ناخد اكزامبل كمان. المسائل دي انا بعملها عشان دايركت سبستيوشن بتطلع معاها غلط، فبحاول اخد ايه بعض الافكار اللي انت امتى تلاقي دايركت سبستيوشن يطلع معاك مش مظبوط. مسائل زي كده طبعا احنا فاهمين ما شاء الله علينا، على طول على الكالكوليتر اهو. هكتب المسائل زي ما هي 1 بلس اي ليه دي شباب عندنا اهي باور 1 اوفر اكس. كويس جدا، اكس عندي ابروش تو زيرو، فاول حاجه اجيب ايه؟ ليميت من رايت وليميت من الليفت اهو كالكوليت. هجيب اول حاجه ليميت من الرايت رقم مور ذان الزيرو مباشره 0.0001، يقول لي ماس ايرور. طب ازاي؟ نشغل كده مخنا، يقول لي ماس ايرور. ماس ايرور لو انا عملت 1 اوفر 0.0001 هنا تحت هنا اهو
هيطلع اي باور 10000، فمش هتلاقي ليها انسر، هتعدي 10 باور 99 فمش هتعرف تحلها الكالكوليتر. فلما تلاقي المساله زي كده ما تخشش بصدرك مره واحده، خليها 0.01، مش رقم قريب من الزيرو، ابدا كده برقم صغير اهو، تطلع كام؟ 3.7 10 باور نيجاتيف 44، يعني ابروكسيميت لزيرو. تمام؟ طب كالكوليت اهو، خد رقم اكبر شويه. بص ما ينفعش يحلها خالص، فانا مش عاوزك ايه؟ تاخدها قاعده 0.000، لا لا، ابدا مثلا برقم صغير وبعد كده كبر اكتر. تمام؟ او كالكوليت، اجرب مثلا سي 0.1 اهو، طلعت رقم صغير جدا اهو 10 باور نيجاتيف 5. لما خدت اكبر شويه 0.01 تطلع اصغر اكتر، يبقى بزيرو، يبقى الليمت من الرايت بزيرو. طيب عاوزين نجيب الليمت من الليفت، كالكوليت رقم قبل الزيرو مباشره نيجاتيف 0.01 تبقى ب 1. يبقى انا عندي كده ليميت عند الزيرو من الرايت قلنا بتطلع بزيرو، والليميت عند الزيرو من الليفت تطلع ب 1، يبقى الليميت بتاعتي doesn't exist. المسائل بالنمط ده يا شباب بلاقي دايما الليميت من الرايت مش هي الليميت من الليفت في بعض الاشكال دي. طيب ناخد example كمان بشكل مختلف. بيقول لي الفانكشن f is defined on r، وبديك شكلها، عاوز الليمت من الليفت وعاوز الليمت من الرايت، عاوز عندي الليمت من الليفت وعاوز عندي الليمت من الرايت. هنا شكل الفانكشن مختلف، معرفه حاجه اسمها بيس وايز فانكشن، ليها اتنين رولز. طب كويس جدا، اهم حاجه بقى هنا عندي الزيرو من الليفت، الزيرو من الليفت موجود فوق ولا موجود تحت؟ حسب ما هو موجود، بطبق حسب المكان اللي موجود فيها الحته دي. اكس تندس تو زيرو من الليفت، من الليفت يعني لسه ان الزيرو. ايوه اهي، يبقى انا لما اجي احل دي ابص على الرول ده، دي بولينوميال هعمل دايركت سبستيوشن، يبقى 2 ماينس 0 يبقى 2. طب زيرو من الرايت، من الرايت يعني مور ذان الزيرو، اطبق في الرول ده اهو، دي بولينوميال كونستانت تفضل زي ما هي. طالما الليمت من الرايت قد الليمت من الليفت، يبقى الليمت نفسها اكزيست وايكوال نفس الرقم اهو، ليمت اكس تندس تو الزيرو للفانكشن دي ايكوالز 2. يبقى احنا جبنا الليمت من الرايت والليمت من الليفت، بس المساله بتاعتي فيها جزئين فوق وتحت، بشوف دي فين من الليفت يبقى احلها هنا، دي فين من الرايت يبقى احلها فوق. تمام؟ نشوف كده كمان مثال شباب. يقول لي عندي هنا ايه؟ limit x tends to 0 2 power x minus 1 over x. عشان نحل المساله دي هنحلها نوميريكال اهو، همسك الكالكوليتر هكتب المساله وهدوس ايه كالكوليت، واجيب رقم قريب من الزيرو من الرايت وقريب من الزيرو من الليفت، 0.0 مثلا 01 اهو يطلع كده. هلاحظ عندي هنا يا شباب فرق ما بين الرقمين دول، هنا في عندي 9.2 هنا عندي 9.3، الباقي نفس الرقم، بس هل هي 9.2 ولا هل هي 9.3؟ فامسك كده ايه الكالكوليتر اهو واشوف، هنا عندي 0.6933، هنا عندي 0.6931، لا لازم تظبط معاك، لازم الرقم اللي بعدها يكون كمان صح. فهعمل ايه كالكوليتر اهو، وهعمل 0.000 مثلا 1 اهو، طلعت عندي كام؟ 0.6931 مظبوط اهي. يبقى هو الايه؟ هو مين؟ هو الايه؟ الانسر بتاعي ده يبقى غلط، يبقى الحاجة تعمل ايه؟ حاجة مهمة جدا يا شباب بقى، الايه ده؟ غلط. هو الحل بتاعك ايه؟ كأرقام ماشي، لكن الحل ده نفسه غلط. دايما يا شباب كده لما تلاقي اكزاكت سوليوشن وابروكسيميت سوليوشن لازم تجيب لي الاكزاكت ده بكام؟ بكام لين 2؟ هات كده لين 2
لين 2. هتلاقي لين 2 بنفس الفاليو بالظبط اهو، نفس الفاليو بالظبط، ده هو ده بالظبط. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ بصوا يا شباب، ده حل تقريبي، ده حل اكزاكت. ايه الفرق بين الاكزاكت والتقريبي؟ التقريبي ديسيمال، هو ابروكسيميتد، واخد كام ديسيمال بوينت وخلاص. لكن الاكزاكت بيبقى هو دايما هو الصح. فانا لو انا عندي في المساله نوميريكال رقم ابروكسيميتد ورقم اكزاكت، اختار الاكزاكت. ده ما فيش تكمله، ده كده الرقم ده بالظبط. لكن ده فعلا لين 2، فلين 2 ده بقيت ارقام ثانيه، يعني في هنا ارقام ثانيه مش مكتوبه، فده اللي صح. لكن ده كده راشونال نمبر، ارقام انتهت. لا، اختار الرقم الاكزاكت يا شباب. فنخلي بالنا يا شباب ايه، لما الاقي مسالتي فيها اكزاكت وابروكسيميتد اجرب كله، اشوف بكام ده واختار الاكزاكت في الاخر. نشوف كمان كده مساله بيقول لي اكس ميجرد ان ديجري. طالب مني هنا يا شباب ايه، عاوز يحل مساله الليميت دي، بيقول لي اكس هنا عندي ايه بالديجري. احنا عارفين كل مسائل الليميت بشتغل الانجل بالراديان، الا بعض المسائل اللي هو بيقول لي فيها ايه، بيقول لي فيها هنا اشتغل هنا ايه ديجري. طيب طبعا هو هنا في السؤال مش قصده اكس ديجري، لا هو قصده السيستم اللي انت شغال بيه ديجري. فاحنا لو احنا مسكنا كده الكالكوليتر اهو وكتبت وخليتها فوق راديان زي ما شغال عادي، راديان اهو 4، وعملت كده فوق اهو ساين اكس اوفر اكس، واجيب رقم قريب من الزيرو من الرايت او من الليفت، هنا مش تفرق الاثنين من بعض مع بعض اهو، كالكوليت 0.0001 مثلا، يطلع بكام؟ يطلع ب1. معاك يا شباب ان الليمت دي لما اشتغل فوق راديان تطلع ب1، ده عندنا اصلا رول ضمن الرولز. بس هنا هو عاوز ايه؟ عاوز السيستم يشتغل بالديجري. لما يقول لي السيستم شغال بالديجري كده اهو، هضطر اغير نظام الكالكوليتر نفسه، هدوس شيفت مود واشتغل في الكيس دي بس بالديجري اهو. سوري، دايما بشتغل راديان، اي ساين او اي كوزاين اشتغل راديان. لكن هنا بيقول لي لا، ده هو عاوز السيستم يشتغل بالديجري اهو، عملته ديجري. واحل المساله كالكوليت اي رقم اهو 0.0001، بقرب منين؟ من الزيرو من الرايت او من الليفت، ممكن اخليها المره دي نيجاتيف مش تفرق، سواء من الرايت او من الليفت هيطلع شبه بعض، انا بس بوفر ايه في الوقت شويه اهو. يطلع كام؟ باي اوفر 180. يبقى الحل بتاعي هنا يا شباب هيبقى باي اوفر 180. ناخد اكزامبل كمان، ليميت اكستندز تو 3 اي بار 2. مساله سهله جدا بس في ناس كتير بتتلخبط بيعملها كده، ب 2 يبقى انا عندي 3 و 2 بار 2، ويروح جاي حللها لي يقول تطلع مستر 12. الكلام ده غلط. ليه يا شباب؟ هنا عندي السيمبل اكس، هنا عندي السيمبل اي. لا، انا اكس عندي ب 2، الاي الاي ما نعرفش هي بكام. هل عندي هنا اكس؟ لا، بعمل دايركت سبستيوشن، ما عنديش اكس خالص، يبقى الرقم يفضل زي ما هو. يبقى نخلي بالنا يا شباب بقى من السيمبل، هنا عندي مين؟ اكس، هنا عندي مين؟ اي. الموضوع مختلف، انا بشيل اكس اكتب مكانها 2، ما عنديش هنا اكس خالص، يبقى تنزل زي ما هي. لكن في ناس هتحل الحل الغلط ده على طول. طيب اكزامبل كمان بيقول لي السيمبل ده الرمز ده هيعني ايه؟ جريتست انتجر نوت جريتر ذان اكس. دي يا شباب فانكشن بتطلع الرقم انتجر دايما، بس بتاخد انهي رقم انتجر؟ بيقول لي اكبر انتجر السيمبل ده جريتست انتجر نوت جريتر ذان اكس، اكبر انتجر اقل من الاكس. فور اكزامبل لو انا عملت السيمبل ده كده وعملت 1.1، ايه اكبر انتجر؟ مش اكبر من البوينت ال 1.1؟ هتقولي ده يطلع ب 1.
تمام. فاحنا السيمبل ده اصلا ليه حاجه مشهوره، حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها فلور اند سيلينج فانكشن. ايه الفلور فانكشن دي؟ الفلور فانكشن دي يا شباب هي اللي فوق دي بالظبط، جريت انتجر نوت جريتر ذان اكس، اكبر انتجر مش اكبر من الفاليو اللي هو اكس. فور اكزامبل لو انا عملت كده السيمبل بتاعها بالرمز ده كده في الغالب مثلا، او ساعات نعمل السيمبل بتاعها بالرمز ده كده تلاقي بعض الريفرنس كده، او ساعات بقوس واحد بس كده حسب ما يجي في السؤال شكله ازاي. تمام. طب ايه هي بقى الفلور فانكشن دي؟ لو انا عندي مثلا سي فلور فانكشن لاي رقم انتجر بيطلع بنفسه. طيب لو انا عملت فلور فانكشن 1.9 بجيب اكبر انتجر اقل من الرقم ده اللي هو مين؟ 1. عملت مثلا فلور فانكشن لمثلا 3.7 يطلع 3. عملت مثلا فلور فانكشن لنيجاتيف 2.2 هنا بقى الناس هتتلخبط. انا بقول انتجر اقل منه ده نيجاتيف، فاللي اقل منه هو نيجاتيف 3. عملت مثلا فلور فانكشن لنيجاتيف 5 تطلع اي انتجر بيطلع بنفسه. تمام يا شباب. يبقى انا عندي ايه؟ حاجه اسمها فلور فانكشن. في عندي حاجه تانية اسمها سيلينج فانكشن. السيلينج فانكشن نفس الكلام بالظبط، بس ايه؟ الانتجر مور ذان الرقم ده، اول اقل انتجر مور ذان الرقم ده، فبعملها برمز تاني بقى يبقى شكلها كده يا شباب اهو. مثلا 1.1 بجيب الانتجر اللي اكبر منه على طول اللي هو كام؟ 2. عملت كده 3، اي انتجر بيطلع بنفسه مفيش فيه مشكله، بسميها شباب ايه؟ بسميها سيلينج فانكشن. ان جنرال شباب ايه؟ الفلور فانكشن والسيلينج فانكشن الاثنين دول بنسميهم ستيب فانكشن. الاثنين بنسميهم ستيب فانكشن، بس السيلينج بجيب اقل رقم اكبر او ايكوال، الفلور رقم اقل او ايكوال. يعني مثلا فور اكزامبل لو انا عملت كده يا شباب سيلينج فانكشن لنيجاتيف 2.1 تطلع بكام يا شباب؟ هاخد انتجر اكبر منها، اللي اكبر من نيجاتيف 2.1 هي النيجاتيف 2. في الفلور باخد الرقم اللي اقل منها، اما في السيلينج باخد الرقم اللي اكبر منها او قدها. تمام يا شباب. نحل بقى السؤال، بيقول لي هنا يا شباب ايه؟ اف اكس از ايه؟ ذا جريتست انتجر نوت جريتر ذان اكس، ذن الليميت ده بكام؟ احل مساله الليميت اكن بحل مساله ليميت عاديه خالص، هجيب من الرايت ومن الليفت اهو. هاخد اكس ابروش تول هاف، فممكن اخد 0.5 مور ذان من الرايت 0.001 تطلع بكام؟ يطلع الليميت من الرايت الهاف بيطلع 0، باخد الرقم الاقل منه. تمام. طب هات لي كده من الليفت 0.49999 قلنا الفلور فانكشن للاكس بيطلع كام؟ الرقم الاقل منه، فالرقم الاقل منه كام؟ 0. يبقى انا عندي الليميت من الرايت قد الليميت من الليفت، يبقى الليميت بكام؟ بزيرو. مسألة سهلة وبسيطة بس عاوزة ايه؟ تركيز. تمام؟ ناخد واحدة كمان، عاوز الليميت دي بكام؟ دي متفقين عليها بقى ليه مين؟ الفلور فانكشن. طيب هنحلها عادي يا شباب، هنعمل ايه؟ هنيجي كده ناخد الليميت من الرايت، يعني مثلا كده 1.00001 minus 1.00001. تمام يا شباب. طيب دي 1 اهي minus دي تطلع ايه؟ الرقم الاقل منها 1 برضو، يبقى تطلع من الرايت بزيرو، الليمت من الرايت بزيرو. طب هات لي الليمت من الليفت، يعني 0.99999 ماينس
0.99999 اهو، يبقى دي 1. دي شباب كام؟ لما اخد الفلور فانكشن للفاليو دي هيبقى الرقم اللي اقل منها اللي هو مين؟ اللي هو 0، تبقى 1. يبقى الليمت من الرايت ب 0 والليمت من الليفت بكام؟ ب 1، يبقى الليمت doesn't exist. طيب هنتكلم دلوقتي شباب عن حاجه جديده، هنحل الليمتس عن طريق فاكتورايزيشن، وده اول طريقه بنحلها الجبريكال. قلنا خدنا طريقه واحده بس الجبريكال اللي هي مين؟ اللي هي دايركت سبستيوشن. الطريقه الثانيه الجبريكالي بعمل ايه؟ فاكتورايزيشن. باجي هنا يا شباب في المساله دي واطبق الدايركت سبستيوشن. اول حاجه كده شوف يحصل ايه، نيجاتيف 2 باور 2 ماينس 4، وعندي هنا نيجاتيف 2 بلس 2، تطلع معايا 0 اوفر 0. لما تطلع مسألتي يا شباب 0 اوفر 0 يبقى اكيد في فاكتور هيكنسل من فوق ومع تحت، هيكنسل فوق مع تحت. طب بنجيبه ازاي يا شباب الفاكتور ده؟ ابص هنا يا شباب الحته دي ونركز فيها قوي بقى. مسألتي ليميت اهي اكس تندس 2 نيجاتيف 2، الفاكتور الموجود فوق ده اكس بنيجاتيف 2 يبقى هيخلي فوق بزيرو، لازم اكس ايه؟ بلس 2، بحيث لما اعمل اكس بنيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 2 بلس 2 تطلع زيرو، وتحت برضو نفس الكلام. ده الفاكتور اللي لازم يكون موجود فوق وموجود تحت. ان جنرال بعمل ايه بقى؟ انا عندي هنا اكس تندس 2 نيجاتيف 2 يبقى البراكت بتاعي اكس واخدها اوبزيت ساين بلس 2. تمام؟ طيب تعالى نبص بقى على المساله بتاعتنا. طلعت اول حاجه 0 اوفر 0، يبقى لازم اللي فوق ده موجود وده موجود، اللي هو جه منين؟ جه من هنا اكس تندس 2 نيجاتيف 2، يبقى انا عندي اكس بلس 2 واكس بلس 2. طب بالنسبه لتحت مظبوطه، طب بالنسبه للفوق هيبقى براكت تاني اكس باور 2 ماينس 4، عملت اكس بلس 2 يبقى الثانيه اكس ماينس 2. ممكن حد يا شباب يجي مره واحده، بتيجي ازاي؟ ده اكس باور 2 ديفايدد باي اكس هيطلع اكس، اخد الكونستانت نيجاتيف 4 ديفايدد باي 2 يبقى نيجاتيف 2، يعني ناخد اول واحد هنا مع اول واحد هنا وتاني واحد مع تاني واحد، الكونستانت مع الكونستانت والاكبر باور للاكس مع اكبر باور للاكس. طيب كده مساله الليمت اللي فوق دي بنفس المنظر ده هنكنسل دي مع دي. طبعا يا شباب انا ينفع هنا كنسل، ينفع هنا اكنسل الاثنين مع بعض. ليه يا شباب؟ انا عندي اكس مش ايكوال نيجاتيف 2، لو اكس ايكوال نيجاتيف 2 ما ينفعش اكنسل اللي فوق مع اللي تحت، انا عندي اكس ابروش 2 نيجاتيف 2 لكن مش ايكوال نيجاتيف 2، قريبه منها بس، فهكنسل دي مع دي، هتبقى مسالتي بالمنظر البسيط ده. كده بقت بينوميال عليا خالص، بعمل دايركت سبستيوشن. يبقى كده المساله بتاعتي اتحلت. يبقى انا عندي تكنيك ان انا بحل الليمتس عن طريق مين؟ الفاكتورايزيشن. في عندي فاكتور لازم يكون موجود فوق وتحت اللي هو مين؟ اكس بلس 2 واكس بلس 2، جبتها منين؟ جبتها من هنا، اكس تندس 2 نيجاتيف 2 يبقى البراكت بتاع اكس بلس 2. تمام يا شباب؟ ناخد اكزامبل تاني على الكلام ده. اف اف از ايه؟ از ا فانكشن ساتيسفايز ايه بقى؟ ان الاكس تايمز الاكس اف اوف اكس بلس 1 ايكوال اف اوف اكس بلس اكس، عاوز الليمت لما اكس ابروش 2 ال 1. ممكن حد يقول لي يا مستر هعمل هنا دايركت سبستيوشن، هعمل هنا ايه؟ دايركت سبستيوشن، يبقى انا عندي دي عباره عن اف اوف 1. واحد يقول لي يا مستر خلاص نيجي هنا فوق نعمل اكس ب 1، ادي 1 اف اوف 1 بلس 1 ايكوال اف اوف 1 بلس 1 سكوير. تيجي تبسطها تلاقي الليفت هاند سايد عباره عن اف اوف 1 بلس 1، ورايت هاند سايد اف اوف 1 بلس 1. مش هتعرف تحلها. هتحلها ازاي؟ هتوصل اف اوف 1 ايكوال اف اوف 1، طب وبعدين؟ ما حيناش. فمسألة زي كده لازم احولها لمنظر الليميت. هي اصلا المسألة اصلا مش ليميت، بس انا هحولها لمنظر الليميت. ازاي؟ هجيب الفانكشن لوحدها. اي اكس اف اوف اكس بلس اكس ايكوال اف اوف اكس بلس اكس سكويرد.
اجيب اف اوف اكس في طرف واحد، يبقى انا هعمل ايه بقى؟ اكس اف اوف اكس ماينس اف اوف اكس ايكوالز، وادي الناحيه التانيه اكس سكويرد ماينس اكس. ناخد كومون فاكتور اف اوف اكس من هنا، يبقى اكس ماينس 1 تايمز اف اوف اكس ايكوال اكس سكويرد ماينس اكس. يعني معنى كده ايه؟ اف اوف اكس هي عباره عن اكس سكويرد ماينس اكس اوفر اكس ماينس 1. نحل بقى دلوقتي مساله الليميت، نحلها ازاي؟ طالب ليميت الفانكشن دي يبقى ليميت اكس تندس تو 1، عندي هنا اكس باور 2 ماينس اكس، عندي هنا اكس ماينس 1 ايكوال. زي ما قلت لكم يا شباب، لو انا عملت دايركت سبستيوشن هلاقي كده 1 باور 2 ماينس 1 اوفر 1 ماينس 1 0 اوفر 0. طالما مسالتك طلعت 0 اوفر 0 يبقى انت اكيد عندك فاكتور موجود فوق وتحت. ليه؟ عشان دي راشونال فانكشن هتتعمل فاكتورايزيشن. يبقى دي عباره عن ليميت اكس تندس تو 1، الفاكتور كام؟ اكس تندس تو 1، يبقى انا عندي فوق نو اكس ماينس 1. اكس ماينس 1 بالنسبه لتحت مظبوطه، بالنسبه للفوق هاخد اكس كومون فاكتور بس عشان يطلع لي اكس ماينس 1. نكنسل دول مع بعض، يبقى دي عباره عن ايه؟ ليميت اكس تندس تو 1 للاكس، يعني الانسر بتاعي يطلع كام؟ 1. يبقى انا يا شباب الليميتس بتحل لي مسائل انا ما اقدرش احلها من غيرها. لو انا عملت كده يا شباب من فوق مش هوصل لحل خالص. استخدمت فكره الليميتس عشان اعرف اجيب ايه؟ اف اوف 1 ابروش تو كام. تمام يا شباب، ندخل يا شباب في حاجه جديده. خدنا يا شباب اول تكنيك دايركت سبستيوشن، خدنا تاني تكنيك اللي هو عباره عن ايه؟ فاكتورايزيشن. المره دي هنتكلم على حاجه اسمها ايه؟ الكونجكت. الكونجيوت عندنا شباب في الروتس، لو انا عندي مثلا a بلس روت b، الكونجيوت بتاعه هيبقى a ماينس روت b، بسمي ده الكونجيوت. تمام؟ كويس جدا. انا هنا في مسالتي هعمل دايركت سبستيوشن، x بكام؟ ب 4، هيبقى 4 ماينس 3 ماينس 1 4 ماينس 4 تطلع 0 اوفر 0. يبقى اكيد في فاكتور موجود فوق وتحت، بس هنا ما اقدرش اعمل فاكتورايزيشن عشان دي مش بولينوميال. فبنعمل ايه يا شباب؟ بنشتغل بحاجه اسمها ايه؟ تكنيك بالكونجكيت. باجي هنا واعمل تايمز الكونجكيت، بس زي ما هعمل تايمز الكونجكيت فوق هعمل تايمز الكونجكيت تحت عشان مسالتي ما تبص. نخلي بالنا شباب ايه من هنا كويس قوي، الكونجكيت عشان في ناس بتتلخبط، ما باخدش الساين اللي جوه الروت، لا باخد الساين اللي بره عشان ايه؟ في بعض الناس بتتلخبط. اهم حاجه لا، باخد الساين اللي بين الروت والنمبر او بين النمبر والروت. تمام، لما اجي شباب اعمل اي نمبر تايمز الكونجكيت بتاعه بيطلع يا شباب ايه؟ السكوير الاول الايه تايمز الايه اللي هو السكوير الاول ماينس سكوير التاني. لما اعمل روت تايمز الروت بيطلع اللي جوه الروت اهو بي. فهعمل نفس الكلام هنا بالظبط يا شباب، اهو ليميت اكس تندس تو الفور الاول تايمز الاول يطلع اللي جوه الروت، ونيجاتيف 1 تايمز 1 يطلع نيجاتيف 1. طب وتحت اهو، بصوا يا شباب ده بالنسبه للكونجيجيت تحت ملوش اي لازمه، هيحصل عنه في الاخر ايه؟ حاجه اسمها سبستيوشن بس، مش هيغير معايا في المساله حاجه خالص. يبقى الكونجيجيت تحت ده يا شباب مش هغيره، هيفضل زي ما هو في الاخر خالص، هعمل عنه سبستيوشن. طيب بسط مسالتك، ليميت اكس تندس تو الفور، فوق عندي هنا اكس ماينس 4 اهي، تحت عندي هنا ايه؟ x ماينس 4 في روت x ماينس 3 بلس 1. يبقى كده عندي ايه يا شباب؟ اكنسل الفاكتور اللي هو x ابروش تو 4، يبقى انا عندي x ماينس 4 مع x ماينس 4 فيها فوق ال 1.
يبقى انا عندي limit x tends to 4 1 over root x minus 3 plus 1. هعمل يا شباب direct substitution x equal 4 يبقى يطلع عندي كام؟ 1 over 2. كنا ممكن يا شباب نحلها numerical، بس انا المره دي ما بحلش numerical، انا عاوز احل algebraical اهو. بعد كده نحلها، اكتب المساله زي ما هي root x minus 3 minus 1 over x minus 4. هعمل ايه دلوقتي يا شباب؟ هدوس ايه؟ كالكوليت واخد رقم قريب من الفور، 4.0001 اهو، تقريبا بهاف اهو، انسر بهاف. يبقى احنا كنا ممكن نحلها نوميريكال، مش تاخد مننا 30 ثانيه، بس انا المره دي مش عاوز اتقل عن نوميريكال، عاوز ايه؟ عاوز نفهم الرول. ليه يا شباب؟ في مسائل ما بتتحلش غير بالرول، النوميريكال ما يحلهاش. زي مين؟ زي دي، حل تقعد تفكر فيها بالآلة الحاسبة مش تعرف توصلها لحل خالص. ليه؟ عاوز واحد فاهم الرول. فالمسائل النوميريكال مش بتحل كل المسائل، بتحل بعضها بس. فعشان كده لازم ايه؟ نكون فاهمين الرول وبرضه فاهمين النوميريكال. لو انا عندي تشوز في المسألة دي هحلها على طول بايه؟ نوميريكال على طول. لو انا عندي مسألة زي كده هحلها بالرول. يلا شباب، اول حاجة يا شباب يقول الليمت دي ايكوال تو. كلمة ايكوال تو دي ليها معنيين. اول معنى ان الليمت اكزيست، يعني الليمت من الرايت قد الليمت من الليفت. تاني حاجة ان الفاليو بتاعتها تو، يبقى دي معناها ايه؟ حاجتين. طيب كويس جدا. اول حاجة بعمل دايركت سبستيتيوشن، اكس بكام؟ اكس بزيرو، يبقى روت زيرو بلس كي ماينس 3 اوفر الزيرو. يبقى الحل بتاعي هيبقى روت الكي ماينس 3 اوفر الزيرو. المسألة دي بتقول لي ان لازم اللي فوق ده يكون بزيرو. ليه يا شباب؟ لو اللي فوق ده مش زيرو، اتفقت معاكم قبل كده، اي رقم اوفر، اي رقم اوفر الزيرو والرقم اللي فوق ده مش زيرو بيطلع انفينيتي او نيجاتيف انفينيتي. بس هنا مسالتي بكام؟ ب2، يعني مستحيل اللي فوق ده ما يكونش زيرو. يبقى معنى كده يا شباب ان لازم الروت الكي ماينس 3 دي تكون بزيرو، يعني لازم الكي دي تكون بناين. ركز فيها تاني يا شباب عشان دي مهمه. يقول لي هنا ايه الليمت؟ الكلام ده بكام؟ ب2. كلمه 2 يعني ان الليمت اكزيست، موجوده. فانا عملت اول حاجه ايه؟ دايركت سبستيتيوشن، لقيت فوق في روت كي ماينس 3 اوفر الزيرو. دي معناها يا شباب ايه؟ اللي تحت بزيرو لازم اللي فوق بزيرو. لو اللي فوق مش زيرو الليمت عمرها ما هتجيب 2 ابدا، هتبقى الليمت بتاعتي انفينيتي او نيجاتيف انفينيتي. فمعنى كده يا شباب ايه؟ ان لازم اللي فوق ده يكون بزيرو، يعني لازم الكي ايكوال 9. دي رقم واحد، تمام؟ طيب كويس جدا، الكي جبناها خلاص ب 9، نكتب الكي ب 9 اهي، ام اكس بلس 9 ماينس 3 اوفر اكس ليميت اكس تندس تو الزيرو. نحلها زي شباب بالستبس. ما تحلش نوميريكال، انا ما اعرفش ايه بكام. انا هنا ما اعرفش ايه بكام. ممكن حد يقول لي يا مستر انا كده عرفتها، احل دول مع بعض واطلع ام واجرب. ممكن، يعني انت خلاص هنا مثلا ام اوفر 9 ايكوال الارقام دي، فكل الارقام دي لو انت عملتها تايمز 9 هتطلع ام بكام. اجرب ام واجرب بالكالكوليتر، منها هيطلع معايا 2. ممكن، بس غير حلها دوس ايه بالطريقه عاديه. هعمل تايمز الكونجيجيت، ام اكس بلس 9 ماينس 3 هتبقى بلس 3 بقى، وهنا عندي ام اكس بلس 9 بلس 3. توصل لكده مساله ليميت اكس تندس تو 0، الروت تايمز الروت بيطلع لجوه الروت، ام اكس
بلس 9، وعندي هنا نيجاتيف 3 تايمز البلس 3 يبقى نيجاتيف 9. وتحت اتفقت معاكم ان الحته الكونجيجيت دي ما بتتفكش، تتحط زي ما هي بالظبط اهي. في الاخر هنعمل عنها دايركت سبستيوشن. تمام كده يا شباب؟ كويس جدا. نبسط، دول هيكنسلوا مع بعض، وهنبسط كمان مره، الاكس دي هتتكنسل مع الاكس دي، واعمل دايركت سبستيوشن. يعني ام اوفر الاكس عندنا بكام؟ بزيرو، هيبقى روت 9 بلس 3 ايكوال كام؟ ايكوال 2. ومن هنا هتطلع ام بكام؟ دي 3 بلس 3 يبقى 6، يبقى ايه؟ ام ب 12. يعني معنى كده الام اوفر الكي اللي هي 12 اوفر ال 9 هتطلع 4 اوفر 3. يبقى يا شباب عندنا بعض المسائل ما بتتحلش نوميريكال، ما بتتحلش نوميريكال، لازم اكون انا فاهم الرول عشان اعرف احل السؤال. تمام كده يا شباب؟ ناخد شباب حاجه جديده. احنا قلنا يا شباب عندنا الليمت امتى تكون doesn't exist. نفتكر كده تاني مع بعض، الليمت تكون does not exist. اول كيس لو الليمت من الرايت نوت ايكوال الليمت من الليفت، لو الاثنين دول مش زي بعض. تاني كيس يا شباب عندنا لو كانت الليمت سواء من الرايت او من الليفت بانفينيتي. تمام؟ في يا شباب حاجه ثالثه الليمت فيها بتكون doesn't exist، اللي هي بقى ايه؟ الليمت ما يبقاش ليها value واحدة، not unique، ما لهاش رقم واحد، تطلع ارقام. زي مثلا كده يا شباب لو قلت لكم مثلا ايه؟ لو قلت لك يا شباب كده جمع لي الارقام دي 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 وهكذا. الصبر يا شباب بكام؟ لو انت خدت اول رقم هتقول لي الانسر يطلع 1، خدت رقمين يبقى الصم بزيرو، خدت 3 هيبقى تاني 1، خدت 4 ارقام هيبقى الصم بزيرو، خدت 5 ارقام هيبقى 1، 6 ارقام هيبقى زيرو. يبقى الصم بتاع الارقام دي حاجه من الاثنين، يا يطلع زيرو اور يكون الصم ب 1. فهنا بيطلع عندي كام رقم؟ رقمين، يبقى دي كده ملهاش ليميت. فبقول عندي لو الليميت ملهاش فاليو واحده بقول الليميت دي doesn't exist. تمام؟ زي مين يا شباب؟ زي مثلا كده ليميت، ليميت x tends to الزيرو sin 1 over x. المسألة يا شباب دي بكام؟ بس الليميت دي بكام؟ هنحلها نوميريكال اهو. نمسك الكالكوليتر، واتفقنا اي مساله فيها ساين او كوزاين هشتغل بالريديان اهي. هكتب مسالتي زي ما هي عادي خالص، ساين 1 اوفر اكس. اهو كالكوليت، عاوز رقم قريب من الزيرو 0.01، تطلع بكام؟ تطلع نيجاتيف 0.5، صغر اكتر 0.001، طلعت بوزيتيف. الاول كانت نيجاتيف 5 بقت 0.8، صغر اكتر. كالكوليت 0.00001، تطلع 0.03. انا كل بصغر بيطلع رقم غير التاني، صغر اكتر اهو 0.00000 مثلا اهو، اصبح 0.9. لما بصغر عشان اوصل رقم قريب من الزيرو بتطلع ارقام مختلفه، بيطلع مجموعه من الارقام. في الكيس دي يا شباب بقول الليميت دي doesn't exist اهو. خليها مثلا وليكن من الرايت، الليميت دي من الرايت بقول عليها doesn't exist.
هنا يا شباب doesn't exist مش علشان هي infinity او مش علشان الريبت من الرايت غير الليفت او مش عشان هي مش موجودة اصلا، لا هنا الليمت doesn't exist علشان بتطلع لي مجموعة ارقام. لو انا كده عملت direct substitution هتلاقيها طلع معايا sin infinity. sin infinity دي شباب معناها ايه؟ معناها تطلع ارقام من النيجاتيف 1 لحد ال 1. فساين انفينيتي بتطلع ارقام من كام؟ من نيجاتيف 1 ل 1. الليمت ما ينفعش تدي ليها 2 انصر. الليمت بيطلع ليها رقم واحد بس. فدي معناها ايه؟ الليمت لما اكس ابروش 2 0 من الرايت الارقام دي كلها لا، يبقى الليمت دي دازنت اكزيست. حتى هنا بص لما جه يرسمها في جراف بتلاقي هنا لما اكس ب 0 الارقام كتيره موجه طالعه ونازله، كل الارقام دي معايا، كل الارقام دي معايا. من نيجاتيف 1 ل 1 كل الارقام دي معايا. تمام كده يا شباب؟ الفانكشن طبعا بيقول لي هنا ايه؟ undefined عند الاكس ب 0. فانا هقول يا شباب ايه؟ لو الليمت بتاعتي ليها اكتر من فاليو اقول عليها الليمت doesn't exist. تمام يا شباب؟ طيب ناخد اكزامبل تاني. اهو ليمت x tends to 0 sin 1 over x بكام؟ عامل لي هنا بانفينيتي، عامل لي هنا ب 1 نون اكزيست، ب نيجاتيف 1 نون اوف ذيس. لا على طول لو انا حالتها هلاقي الساين انفينيتي، اه ساين انفينيتي دي دازنت اكزيست، دي من الرايت عند الزيرو من الرايت دي ايه؟ دازنت اكزيست، داز نوت اكزيست. تمام يا شباب؟ طبعا في ناس تقول لك المستر تطلع انفينيتي، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجة عاوز أقولها برضو بالنسبة للساين بالنسبة للكالكوليتر. الآلة الحاسبة يا شباب أقصى حاجة تحطها جوه الساين 8 ديجيتس، 8 خانات بس. يعني مثلا لو أنا عملت كده كالكوليت وخدت مثلا أو بوينت وخدت كده إيه فوق الثمانية مثلا كده مش هيحلها. الساين يا شباب أقصى حاجة يحطها جوه 10 اهو باور 8، اقصى حاجه جوه الساين او الكوزاين 10 باور 8 اهو يحلها لك. لو انت كبرت عن الرقم ده 9 اهو ما يعرفش يحلها. فبرضه وانت بتجرب ما تاخدش رقم ايه صغير قوي مش هيعرف يحل الاله الحاسبه، مش هتعرف تحل. يبقى انا عندي شباب ايه؟ الساين الانفينيتي دي بانترفال من نيجاتيف 1 ل 1 بس كلمت doesn't exist على طول، الليمت ليها فاليو واحده بس. نتكلم شويه عن ايه؟ عن حاجه جديده سكويزنج سيروم او ساندويتش سيروم. انا عندي هنا شباب فانكشن، في فانكشن اصغر منها وفانكشن اكبر منها. لو جبت الليمت للثري سايدز اهو ليمت اكس تندس 2 وليكن اي رقم سي للجي اوف اكس هيكون less than or equal limit x tends to c لل f of x، هيكون less than or equal limit x tends to c h of x. طيب لو انا حل المساله الاولانيه دي انا عارفه طلع اي رقم 5 7 اي رقم وليكن l اللي في النص انا مش عارفه، وحل المسألة الأخيرة دي أنا عارفه وليكن L برضو يعني ليه نفس الفاليو بالظبط، يبقى الليمت اللي في النص بكام؟ حاجة مور ذان ال وليس ذان ال، يبقى لازم اللي جوه دي بكام؟ لازم تطلع ب L. قول عليها إيه؟ ساندوتش سيرو. معاك ساندوتش وخدت قط كلت من فوق وكلت من تحت، يبقى أنت أكيد كلت اللي في النص. أه لازم اللي في النص نفذ الفاليو بالظبط. هنا الليمت دي مور ذان ال ال وليس ذان ال ال، يبقى هي بكام؟ يبقى هي ب ال. دي فكره المساله. دي يا شباب بتبقى طريقه لاثبات بعض المسائل والحل بعض المسائل، وفي جرافات عليها ممكن نحل عليها المساله، نحل عليها مسائل يعني. تمام؟ بيقول لي هنا ايه؟ عاوز يحل المساله دي ليمت اكس تندس تو زيرو x باور 2 ساين باي اوفر x، عاوز يبينها ان هي بكام؟ ان هي بزيرو. فهيشتغل هنا بطريقه سهله شويه.
ازاي يا شباب؟ هي اللغية عامل كده، هو عارف ادي الليمت اهو x tends to 0 x power 2 sin باي اوفر x. بصوا يا شباب بقى، هعمل فانكشن اكبر منها وهعمل فانكشن اصغر منها. احنا عارفين يا شباب اكبر فاليو للساين 1، يبقى دي اكيد less than x power 2 بس، واقل رقم للساين نيجاتيف 1، يبقى دي اكيد more than limit x tends to 0 للنيجاتيف x squared. مره شلت الساين وعملت مكانها 1، مره شلت الساين عملت مكانها نيجاتيف 1، ادي اكبر حاجه وادي اصغر حاجه. طب دي بكام يا شباب؟ دي بزيرو، والليمت اهي x tends to 0 x squared sin باي اوفر x less than or equal 0. يبقى لازم الليمت اللي في النص دي بكام؟ حاجه مور ذان الزيرو وليس ذان الزيرو. يبقى معنى كده ان انا استنتج من كده بالساندوتش ثيرم دي ان لازم يكون عندي ان الليمت x tends to 0 لx squared sin باي اوفر x لازم تكون بكام؟ بزيرو. تمام. طيب تعالى بقى ايه نحل مساله عليها. مديني جراف ومديني 3 فانكشن وبيقول لي هنا مين بيعبر عن مين سكويز سيرم، مين فيها تكون مظبوطه. اجي بص على المساله، عاوز اقارن الفانكشن ببعضها، مين اكبر واي؟ اكبر واي هي دي، يبقى اف اوف اكس دي اكبر حاجه. مين اللي تحتها؟ الجي، يبقى الجي دي اصغر منها عشان تحتها. مين اللي تحتها؟ ال H. طب تعالى نبص يا شباب عند X ب 3، هجيب الليمت عند 3 اهو، عند X equal 3 يبقى limit X tends to 3 لل H of X less than or equal limit X tends to 3 لل G of X less than or equal limit f of x لما x tends to s3. هلاقي عندي ده هو عباره عن مين؟ تشوز b. تمام يا شباب؟ طيب كويس جدا يا شباب. في هنا المفروض يحط لنا equal عشان تكون مساله دقيقه. تمام يا شباب، يبقى دي عندنا مين اللي تشوز مين؟ بي. يبقى احنا عندنا يا شباب ايه السكويز ثيرم دي بتدل بس على ايه؟ بقارن فانكشن بفانكشن اكبر منها وفانكشن اصغر منها. كده يا شباب اتكلمنا على المقدمه للليميت اساسيه ليها، واتكلمنا برضو على معنى الليميت. ناقصنا يا شباب ايه؟ ناقصنا الرولز بتاعت الليميت، هنشرحها ان شاء الله بعد الديريفاتيف مع قاعده اسمها لوبيتال رول، بحيث ايه نبقى احنا جمعنا كله مع بعض. يا شباب محدش ينسى بقى اللايك، وكمان الناس تشترك ايه في القناة، وان شاء الله نشوفكم الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.